عضو مجلس النواب والمخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك. دكتوره غاده صقر عضو مجلس النواب. دكتوره غاده اهلا بيكي. على الجانب الاخر لواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب اهلا بيك. اهلا وسهلا. والدكتور صبح ياسيله خبير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستشارات. صبح اهلا بيك. اهلا بيك. استاذ خالد يوسف السؤال الاول هنا بتعتبر انه هذا الحكم اسدى الستار نهائيا على هذه القضيه داخل مصر ولا لسه هنسمع عن جولات قادمه اما داخل مجلس النواب؟ يعني في بعض اعضاء هنسمعهم بعد شويه، بعض اعضاء مجلس النواب قالوا انه لا لسه مجلس النواب هيناقش هذه القضيه وان الحكم هو بمثابه وثيقه ضمن وثائق هذه القضيه. تعليق. اللي هيعتبرها وثيقه يبقى يعني بيقر ان الحكم ليس عنوان الحقيقه، انه جزء من الحقيقه، والمستقر ان الحكم هو عنوان الحقيقه. وبعتقد وده احنا قلنا في بياننا في تكتل 25-30 النهارده ان احنا ما كناش محتاجين اكتر من عنوان لحقيقه قد استقرت في يقين ووجدان المصريين عبر عشرات السنوات ان هذه الارض مصري. احنا دافعنا عن الجزيرتين دول من اول لحظه ايمانا منا ان الامور ما بتمشيش كده، الامور ما بتمشيش بالشكل ده في اي قضيه مشابهه. حقيقة التاريخ والجغرافيا لازم تمتزج بعضها عشان تقدر تحدد سيادتك او ملكيتك للارض. العظيم جمال حمداني يقول التاريخ جغرافيا ساكنه والجغرافيا سوري التاريخ الجغرافيا تاريخ ساكن والتاريخ جغرافيا متحركه. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لا تستطيع فهم ملكيتك ولا سيادتك على ارض دون فهم تاريخها مع جغرافيتها. فهل تقدر تفهم قضيه فلسطين دون ان تعرف تاريخها؟ هل تقدر تحدد هي اسرائيل ولا فلسطين دون ان تعرف تاريخ الارض دي؟ فهنا بنقول ان تاريخ الارض دي معروف. انت بتتكلم على مش هقول لك من العصر القديم، انت بتتكلم على الاقل من سنه 1906 من لحظه توقيع اتفاقيه ترسيم الحدود بين الدوله العثمانيه والاقليم المصري وبلاد نجد والحجاز، واقرت ان الجزيرتين دول مصريتين، مرورا بقى بحاجات كتير ممكن نقولهم في الحلقه. فانا بعتقد بقى بس انا بقى بركز دلوقتي على الحكم. يعني هرجع بتعتبر جوله اخيره حاسمه وانا بقول لحضرتك اللي هيقول انه عايز يناقش الحكم التاني يعني الف به قانون والف به قضاء والف به دوله سياده قانون في حاجه اسمها هو والعدم سواء. لما اعلى محكمه القضاء الاداري تقول على هذا الغاء هذه الاتفاقيه وهي والعدم سواء، يبقى ما عادش في اوراق اصلا تتقدم لنا في المجلس ان احنا نتلقفها وندرسها. ده لازم يبقى الجميع عارفه، احنا ما عندناش دلوقتي اوراق، لا توجد حاجه اسمها الاتفاقيه، ما عادتش موجوده في الوجود. المحكمه الاداريه العليا قد حكمت عليها بالاعدام ومحتها من على الوجود واعتبرتها هي والعدم سواء، وبالتالي اي حد هيجيب لي اوراق انا مفروض ما لا تناقش عدما يعني لا اناقش عدما لا تناقش اشراحا يعني. انا اقول الكلام ده امتى يحصل؟ لو كنا نمارس اختصاصنا الدستوري طبقا للماده 151، لو كانت الحكومه وقعت هذه الاتفاقيه ثم ارسلتها للمجلس فورا وما حصلش ان تدخل القضاء، ما فيش حد من المواطنين مارس حقه الدستوري في حق التقاضي وراح رفع قضيه. لو كان احنا تلقفناها الاول وكان خلاص غلى يد القضاء وكنا خلاص مشينا في اجراءاتها واقرناها ورفضناها، لكن القضاء تدخل غلى يد السلطه التنفيذيه انها تبعتها لنا اصلا. فالسلطه التنفيذيه بعتت لنا واستبقت الحكم النهائي عشان هي عارفه الحكم شكله ايه. وعشان تفصيله هنا يعني انت تعتقد انهم علموا الحكم شكله ايه فقالوا لما نلحق؟ مش علموا يعني ان هم يعني نوع من الاحساس يعني والاحساس ان وفي تفصيله هنا قايلها القاضي على الجزئيه ديت هجيبها لك نصا، ليه الحكومه بعتت القضيه الاوراق الاتفاقيه لمجلس النواب قبل الحكم النهائي. هجيب لك النص اللي هو قالها دلوقتي حالا، بس لو اوراق كتيره بتاعته. فانا عايز اقول لك ان القضيه ديت يجب ان نناضل نحن اعضاء مجلس النواب، وانا بعتقد في شرف هؤلاء النواب والمكايده السياسيه غير وارده في هذا المجال. انا ممكن
اتخانق سياسيا مع سياده اللواء وهو يتخانق معايا على قانون على بتاع على مصالح فئه اجتماعيه، لكن في امور الارض وفي امور السياده وفي امور الامور الوطنيه بشكل عام لا يمكن هتلاقينا انا مختلف مع سياده اللواء في حاجه. هتلاقينا على ارضيه مشتركه لان انا اثق في وطنيته زي ما انا بثق في وطنيتي. فانا بشوف ان على مجلس النواب الان ان يرفض ان يتلقى ان يتلقى في يديه عدما او ان يناقش امر قضي الامر الذي كنتم فيه تستفتي. يعني انت اولا شايف انه يعني مجرد مناقشتها داخل مجلس النواب عبثي ومهانة للقضاء المصري وامتهان لدولة سيادة القانون وعدم احترام لحجية احكام القضاء وضرب بعرض الحائط للدستور والفصل ما بين السلطات. كل ده لو ناقشها مجرد ناقشها البرلمان يضرب كل هذه الثوابت. طيب احنا هنحاول بس عشان نبقى بندقق هنجيب كلام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وهو مع زميلي اسامه كمال نشوف قال ايه يعني خاصه في هذا المطمع. لانه قال ان هم هيناقشوها بس لازم اجيب النص بدقه يعني. دكتور صبحي ليه بتتعامل مع القضيه انها ليست جوله اخيره انتصرت فيها مصر واكدت على سيادتها على الجزيرتين وبتتعامل معها لانها حلقه في سلسله حلقات ما زالت قادمه. استاذ وائل يعني في الحقيقه طبعا يعني انا هسلم طبعا على الكلام اللي قاله سياده النائب خالد يوسف على موضوع ان الحكم عنوان الحقيقه. نحن مسلمين بان الحكم عنوان الحقيقه، بس خلينا نتفق الاول نعرف هذه الحقيقه. انا رايي انه تعريف هذه الحقيقه في هذا الموضوع هو بطلان التوقيع على الاتفاقيه. ده هي الحقيقه الماثله امامنا، احنا كنا قدام اتفاقيه، خلينا كده نحط المعلومات واضحه للناس، قدام اتفاقيه اسمها اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، ما اسمهاش اتفاقيه التنازل عن تيران وصنافير، احنا قدام هذه الاتفاقيه. توقيع على بطلان هذه الاتفاقيه. وبدقه تعيين لانه البحر دايما ترسيم الحدود فيه بيطلع يعني انا بتكلم على مصطلح القانون، في القانون الدولي طبقا لما اتعلمته في القانون الدولي انه بنتكلم على ترسيم هذه الحدود. فالكلام على التنازل عن هذه الارض دي اتفاقيه للتنازل عن هذه الارض هذا غير صحيح. هذا اولا. الامر الثاني احنا بنتكلم على تيران وصنافير ولا بنتكلم على المضيق؟ لانه في خلط كبير قوي، ده هيجي في النقاش بعد كده، في خلط كبير جدا بين المضيق وبين تيران وصنافير. المضيق مش تيران وصنافير، المضيق حاجه وتيران وصنافير حاجه ثانيه. اذا احنا عندنا حكم مطعون عليه اللي قبلت المحكمه الموقره النهارده او هذا الطعن كان ببطلان التوقيع على الاتفاقيه بعد كل الحيثيات التي قالتها المحكمه في الدرجه الاولى. المطعون عليه الان هو بطلان التوقيع على هذه الاتفاقيه، وهذا هو عنوان الحقيقه، ونحن نتفق في ذلك تماما انه الرئيس هو الوحيد المخول ولا يوجد تفويض ولم يمنحه الدستور تفويض في هذا الامر هو يوقع على مثل هذه الاتفاقيات. اذا حاله هذه الاتفاقيه او توقيع السيد الرئيس عليها لم يكن امرا صائبا. الامر الاخر وهنا هبقى مختلف مع الاستاذ خالد يوسف في انه نحن الان لها دوله اخيره، وزي ما حضرتك بتقول ان دي يعني الموضوع كما لو كان انتهى او اطلاق يعني رصاصه الرحمه على هذا الملف برمته. في الحقيقه من افتأت على حق البرلمان في هذا الموضوع هما الاخوه الرافعي الدعوه امام القضاء، يعني هذا هو الحق الاصيل للبرلمان منذ البدايه. وانا بقى مستغرب جدا انه الساده النواب كما لو كانت هذه كره نار يتقاذفوها عاوزين يبعدوا عنها باي حال من الاحوال، كما لو كان جاءهم حكم المحكمه الان علشان يرفع عنهم هذا الحرج او عايزين ولا عايزين ياكدوا على لا مش عايزين يناقشوها حكم القضاء وعلى احترام القضاء وايضا على يعني التمسك بالسياده على الجزيرتين. استاذ وائل احترام القضاء ما حدش بيشكك فيه، احنا كلنا محترمين لاحكام القضاء، انما كيف يمكن ان تتعامل مع حكم القضاء؟ انا برد حضرتك للبدايه الاساسيه، البدايه الاساسيه ان هذا كان الاختصاص الاساسي انه يناقشه مجلس النواب، اي اتفاقيه او اي قانون يحال من السيد رئيس الجمهوريه او من الحكومه الى البرلمان لابد ان يناقش اولا في البرلمان، ثم يكون التطور الطبيعي لهذا الامر انه هو يذهب به الى المحكمه اذا كان يتخالف مع الدستور او شيء من هذا القبيل. هذا لم يحدث واستبق الجميع الامر وذهب الى المحكمه الاداريه العليا التي قررت ان لها ولايه على هذا الموضوع وان بامكانها ان هي تحكم في مثل هذا الامر. وهنا هاكد تاني ان احنا ازاء قضيه فنيه جدا. الاستاذ خالد تحدث عن التاريخ وتحدث عن الجغرافيا، وانا اضيف له القانون الدولي. احنا بننسى انه هذه القضيه متعلقه بالقانون الدولي، هذه القضيه متعلقه بترسيم الحدود، وهذا عمل فني تماما لا يمكن حسمه لا بالجغرافيا فقط ولا بالتاريخ فقط ولا بالارواح فقط ولا بالسياده فقط، لابد ان يتم حسمه عبر كل هذه الاعتبارات ومتخصصين في كل هذه المجالات، لانه حتى الخرائط يعني كتير حضرتك اتكلمت بس الحكم تحدث عن كل اللي حضرتك بتقوله ده.
صحيح، انما انا تاني ويعني يعني وقالوا يعني كل وذهبوا الى المراجع السياسيه والتاريخيه يعني تحدث عن كل ده. دي انتصار لوجهه نظر، احنا بنقول ان ده انتصار لوجهه نظر واضحه تماما، انه في انتصار لوجهه نظر التي ترى ان هذه الجزء المصريه وقدمت هذه الوثائق، ولا توجد وثيقه جديده قدمت في المحكمه نحن لم نطلع عليها، بالذات من الجانب التي يقول ان هذه الجزر هي جزر مصريه. هناك تفنيد كبير، ولا المحكمه قالت كمان لم تقدم الحكومه وثيقه واحده تثبت سعوديه الجزيرتين. شوف حضرتك، يعني هقول نقطه وبعدين اقول المبدا العام في الموضوع. يعني محامي الدوله نائب رئيس هيئه الرقابه عقود الدوله قال تماما انه هو قدم 65 حافظه مستندات، المحكمه لم تعتبره مستندات. خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد مثلا، المحكمه اعتبرت انه ليس وثيقه. يعني لا يمكن ان يكون خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد فقط يا استاذ وائل، لانه حتى خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد كان مبني على وثائق قبل كده. يعني هذا الموضوع هو قدم من سجلات القوات المسلحه، وقدم خرائط، وقدم اشياء كثيره جدا في هذا الموضوع، كما انه دحض الذي قدم ليثبت انها مصريه كان واضح جدا، ودي وجهات النظر. وهنا عايز اقول لحضرتك انه حكم المحكمه لا يعني ان نلغي عقولنا، او على الاقل انا شخصيا فيما درست عن هذا الموضوع وتابعت هذا الملف، ان هذه الجزر هي جزر سعوديه وانها قالت لمصر بشكل او باخر، وكل البيانات اللي تم الاعتماد عليها. مش هبقى مندهش يا دكتور كده اما يبقى يعني احنا في بدايه الحلقه يعني جبنا اغنيه مصر اليوم في عيد ودعونا الناس للاحتفال والابتهاج طبعا، وقلنا يا جماعه المصريون يعلمون جيدا امتى يفرحوا وامتى يحزنوا، ما عندناش هذا الاختلاط في المشاهد، نبقى عارفين انتصاراتنا من انتكاساتنا. معقوله نوصل الناس الى هذه الحاله ان انا اقول لهم لا تعالوا بقى ده الحكم ليس حاسما وانه الجزيرتان سعوديتان لا انا ما بقولش ان الحكم غير حاسم، بس حضرتك انا بشتغل باحث وفي حاجه كده اسمها الضمير العلمي، وفي ضمير سياسي بقى، وفي ضمير وطني ايضا. المشكله ان هذه القضيه الاعلام كله سحبها وكل المتابعين سحبها على ارضيه وطنيه وخيانه، زي بالظبط زمان الاخوان المسلمين ما كانوا يسحبوا كل القضايا على لا 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 الحقيقه لم يعني حتى لم نتهم الذين حضرتك عملت كده، بس في تحمسوا لسعوديه بالخيانه. يعني احنا قلنا في تقديرات سياسيه والناس بس لو حضرتك عايز تخش في متن الموضوع مثلا، انا اقول لحضرتك ان القاضي النهارده لما يتعرض لكلمه مندوب مصر في سنه 64 في الامم المتحده ويشير الى جزء معين منها، هو الجزء الاخير، هي اخر جمله في هذا البيان اللي بيقول فيه ان هذه الارض جزء لا يتجزا من الاراضي المصريه، ونسي قبلها هو قال ايه؟ هو قال ان احنا رايحين هناك فيما لا اعتبره ضما ولكني اعتبره احتلالا، وهو بياكد على الكلام موجود والنص موجود، ومع ذلك نقف عند الفقره الاخيره في هذا البيان فقط علشان نقول انه لا هو قال كذا كذا. هذا لم يقله هذا الرجل، الرجل كان البيان بتاعه كان طويل جدا، ولابد ان احنا نرجع لكل الوثيقه كامله علشان اذا عايزين نتكلم على الحقيقه لابد تكون الحقيقه كامله. طيب خلينا عشان بقى يبقى بنناقش طبعا استاذ خالد، قبل ما اسال دكتور خالد عندك رد على ده؟ لان هو بيقول لا يعني انا بص ولا كلمه هتتقال في حلقه النهارده ولا في اي حلقات لغايه ما تحسم هذه القضيه قسمت يا فندم مش موجوده في هذا الحكم، يعني كل يرد على كل حاجه على كل بما فيها الافتئات بتاع المواطنين اللي غلطوا قوي ان هم رفعوا قضيه، بما فيها حتى الجمله اللي قالها الدكتور انه ازاي اختصاص مجلس الدوله، ازاي لا ازاي المواطنين افتأتوا على حق مجلس الدوله في مناقشته. عارف بيقول ايه؟ بيقول الدستور ينص على ان السياده للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، والدفاع عن حقوق الشعب لا تقتصر على وسائل التعبير عن الرأي، وإنما تمتد إلى حق اللجوء إلى القاضي لمنازعة سلطات الدولة فيما يراه اعتداء على حقوقه الدستورية أو عصفا بالمبادئ الدستورية. طب ومجلس النواب حضرتك بتعملوا ايه؟ ما انتم ممثلين الشعب حضرتك يا صديقي، يعني مواطن من الدستور يقول لك السياده للشعب وحده يمارسها ويحميها، يبقى من حق المواطن اولا الحق التقدم مفتوح. يا استاذ خالد ما فيش افتئات هنا، انا كدوله قلت على حق البرلمان، انا كان كلامي واضح جدا. الحكومه وقعت الاتفاقيه ولم ترسلها عبر 8 شهور لمجلس النواب ولم تكن لاي جهه بالمواطن، تمام كده؟ انا ما اعرفش الحكم مواطن على الاتفاقيه، استشعر ان هذا تنازلا عن ارض الوطن ورفع انت بتقول عليه، تقول لي ده فين الاتفاقيه؟ فين الاتفاق اللي هم حكموه؟ فين الاتفاق؟ يعني ايه فين الاتفاق؟ هل كان امام يد القاضي؟ هل كان موجود؟ امال ايه؟ الاتفاق كان موجود؟ يعني ما كانش موجود عند حضرتك وكان موجود عند القاضي؟
كان موجود الاتفاقية. طبعا نصر الاتفاقية لا طبعا مش موجود. يا سلام طبعا مش موجود. كان بيحاكم ايه؟ مش موجود. امال ايه بيحاكم ايه؟ مش موجود. لا امال الحكومة قدم ايه؟ يعني كان بيناقش هوا؟ يعني نص الاتفاقية ذهب للمحكمة وما ذهبش لحضرتك؟ يعني ما جاليش اصلا البرلمان وراح للقاضي؟ ما جاليش بصورة رسمية. ما تسلمش المجلس النواب قال يا مجلس النواب اتفضل هذه الاتفاقيه راجعها. ما حدش يا استاذ خالد احنا بنقول كلام ما حدش طلع على هذه في الايام الاخيره. ما راحتش يا استاذ خالد ما راحتش للقاضي يا استاذ خالد. الاستاذ خالد ولا الحكومه بعتتها يا استاذ وائل حضرتك. الاستاذ خالد علي رفع القضيه امتى؟ استاذ خالد خلينا بس نقطه نقطه. رفعها بعد شهرين من الاتفاقيه. لا طبعا ده بعد ايام ما فيش يا استاذ خالد. ما مرش 48 ساعه ورفع وبنص كلام الاستاذ خالد علي انه كان المستند الوحيد اللي عنده كتاب سته ابتدائي. انا لا افتات على الاستاذ خالد علي قال ده ولم يكن لديه نص اتفاقيه علشان يحيى حاتمها ما كانتش موجوده لم يقدمها ولم يقدم ايه عايز تستدل بايه؟ هو استند الى ما قدم محامون بعد كده ودخل في الدعوه. العزيز اسمها اتفاقيه ايه؟ ترسيم الحدود مش اتفاقيه التنازل عن صنافير. صحيح صح صحيح تمام. الاتفاقيه ديت لما اتعملت سعادتك الناس كلها عرفت ان بموجبها في تنازل عن تيران وصنافير. صحيح. من المنطلق ده هذا المواطن راح رفع هذه القضيه. وانا ما قلتش من حقه. قلت مفيش افتاءات هنا. القاضي هنا برضه قايل في الحكم بتاعه ان هو لابد ان يتصدى لاي عصف بالحقوق الدستوريه. يعني اي انتهاك للدستور، اي انتهاك للدستور مش بس اللي هو التنازل عن ارض مصريه باعتبار نص في الدستور، اي اي عصف لمواد دستوريه من حق اي مواطن ان يتقدم. ده ممكن احد حاز الحق يا استاذ خالد. انا ما انكرتش هذا. امال انت ايه؟ انا بدلف. انا بقول ان مجلس النواب كان الاولى بيه ان هو يناقش هذه. هو جات لنا مجلس النواب ما جاتلوش. ولما جات له بترفضها ليه؟ ما جات لي بعد ايه؟ بعد ما المحكمه قالت عنوان الحقيقه، قالت الحقيقه ان الاتفاقيه باطله. فانا غلت يدي خلاص. انا عرفت الحقيقه فين؟ أنا كمجلس نواب مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى السلطات الثلاثة قالت لي يا مجلس النواب يا شعب مصر أنا بقول لك هذه الاتفاقية باطلة نظرا لأني اطلعت على كل المستندات اللي هتجي لك البرلمان. المستندات دي كلها لا تثبت ملكية ولا سيادة لدولة غير مصر ودللت بمليون دليل وبرهان عبر 60 صفحة على مصرية الجزيرتين. وانهت القضيه ديت بانها قالت لي هذه ارض مصريه وطبقا للدستور لا يجوز التنازل عنها. يبقى لا يجوز مناقشتها من الاصل ان لا الشعب ولا الرئيس ولا الحكومه ولا البرلمان يستطيع اصلا التنازل عن ارض مصريه. فهنا القضيه خلصت. القضيه يعني خلصت. انا يا استاذ خالد لو عايز اقول انه في حق المجلس النواب ان هو يناقش اي حاجه تروح له اتفاق واضح وصحيح. يعني لما يطلع مثلا حضرتك او اي نائب يقول ان انا مش هناقش هذه الاتفاقيه لانها احلت من غير الصفه او وقعت من ان رئيس الحكومه مش مخول يبعت هذه الاتفاقيات، هذا الكلام نتفهمه، هذا الكلام طبقا للدستور مفهوم تماما. انما الا تناقش مجلس النواب هذه الاتفاقيه لان القضاء قال انها باطله او انها ارض مصريه، لانها اصبحت فيها العدم سواء، ده شيء جديد تماما. لا مش جديد، هي ما عادتش موجوده. فين السلطه التشريعيه في الموضوع يا صديقي؟ السلطه القضائيه من حقها تلغي اي قرار اداري ترى فيه اي خلل او اي اخلال بالقانون او بالدستور، وبالتالي متى الغتها ما عادتش موجوده عشان انا اناقشها. استاذ خالد انا مش عايز ازعج استاذ وائل، بس احنا حضرتك احنا اللي قلنا انه قرار اداري استنادا لقرار المحكمه، ما حدش قال ان ده قرار اداري ولا مش قرار. برضه المحكمه ردت. المحكمه ردت على هذا الاساس. المحكمه ردت وقايله ما ايه هو السيادي وايه هو الاداري واقرا لك الفقرات. طب يعني حضرتك احنا معترضين على انه ده قرار اداري بالتوقيع على الاتفاقيه ولا على متن الموضوع؟ علشان احنا بنتكلم على انه هنا الاستاذ خالد بيعتبرها على الاثنين، يعتبرها جولة أخيرة حاسمة حازمة لا كلمة بعدها لا المجلس النواب ولا الغيره. يعني ده يلغي. أنا بتقول له ليه ما تناقشوهاش مجلس النواب؟ والرسول يا استاذ وائل كل الكلام اللي اتقال على انه هذه الجزر سعودية ده كلام ده اتلغى بجرة قلم بالحكم ده. طبعا هو دي جرة قلم. انت بتتكلم على حكم الإدارية العليا ولا بس مجرد قلم المهني يا استاذ؟ قلم منك او مني. حكم المحكمة الإدارية العليا تديله تعظيم سلام، وأي حد ما يدينوش تعظيم سلام يبقى مش معترف بدولة سيادة القانون. ليه؟ هي انا بقول ان عنوان الحقيقه في انه بس خلاص ازاي يعني على متن يبقى لا يصح ان انت تقول عليه جره قلم. ده مش جره قلم يا استاذ خالد. حكم بالاعدام على مواطن ما هواش جره قلم. انت ضميرك مرتاح انه هذه المحكمه تتصدى لمتن الموضوع؟ انا حدود شهر ضميري مرتاح. ضميري الانساني والوطني وكل الضمائر الممكنه اللي موجوده في كده الكيان لاحقا كتير جدا والله العظيم. ندفع ثمنه ازاي؟ جدا ان انت لما يحال موضوع بهذه الفنيه وهذه الصفات ادفع انت ثمن الدماء الشهداء. ايه؟
ابقى ادفع انت ثمن دماء الشهداء اللي بلاش عرض الشهداء لان احنا شهداء في كانوا كتير في اماكن ثانيه. احنا ما رحناش خدنا اليمن عشان احنا كنا شهداء. لا مش الامور. لما تحرك الجيش المصري عشان يضمن عروبة باب المندب ويناصر ثورة عظيمة خرجت اليمن من العصور الوسطى للعصور الحديثة، ما تتكلمش على هدف زي ده وتساويه وهو تحرك بنفس الطريقه على ناحيه تيران وصنافير. نعم هو تحرك بنفس المبدا ناحيه تيران وصنافير. لا يا صديقي، ليه احنا كنا رايحين اليمن ده بناء على ايه؟ بناء على استدعاء من الثوره اليمنيه. ما كانش ابدا ووحش. لا قلنا احنا رايحين نحتل ولا قلنا طيب. دي ارضنا. وهو برضو قال في تيران وصنافير انا مش رايح احتل، انا بقول لك مندوب. لا الحكومه اللي هي بجد لابد ان تحاكم على الجمله اللي هي قالتها واتهمت الجيش المصري بانه جيش محتل. قالت هنا في الحكم بتاعها. ده كان الاستاذ هيكل في الوثائق. لا ماليش علاقه بهيكل، انا بكلمك. لا ينقل عن الرئيس عبد الناصر. طب يبقى لا لو سمحت رايه الرئيس عبد الناصر يتكلم عن نفسه. لا الرئيس عبد الناصر لو سمحت. امال مين يتكلم في البلد؟ القاضي هو اللي يتكلم في البلد. مش معقول يا استاذ. لا خلينا نكمل. ده بينقل عن محضر دور براحتك. لا 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 برضه المحكمه لا يمكن ان تتعامل مع ده لانه وثيقه. انا بتكلم على مفهوم الوثيقه يختلف يعني. ثواني يا حضرتك، وده قالته المحكمه دلوقتي. انا بقول لك ان الرئيس عبد الناصر بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله. لا الرئيس الرئيس عبد الناصر موجود صوت وصوره. ارجع له. فين ده؟ ارجع له ساعات. هو تيران طلع خليهم يطلعوها يا وائل. تيران مصريه وما كانش ممكن يقول غير كده. ليه؟ ما كانش ممكن يقول غير كده يعني. لا ما كانش ممكن. لا 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 ده كان هو السادس. لا لا تحت ضغط الظرف السياسي يعني. علشان كان الحاجه الوحيده اللي تديله مبرر لغلق هذا الخليج ان يصبح مياه داخليه مصريه. هذا يبرر له قدام المجتمع الدولي ان يغلق الخليج. يا بيه الوثائق دي ايه كلها؟ انا بقى يا استاذ خالد دي كلها يا استاذ خالد. الوثائق دي مش راي هيكل. اللي انا بقوله ده مش راي هيكل، ده راي رئيس عبد الناصر. طيب ده مش راي عبد الناصر، ده كلام هيكل. عبد الناصر يتحدث عن نفسه. طيب عبد الناصر موجود بصوت الصوره. احنا جايين نهرتل هنا ولا جايين نعمل ايه بس؟ لا خلينا نحترم الدكتوره غاده كل وجهات نظر. ما انت هتسمعها ده هتلاقي رئيس مجلس النواب بيقول الكلام ده هتقولي له كده؟ طيب ما هو رئيس مجلس النواب دلوقتي اي حد بيقول غير كده بيهرتل. لو قال مجلس النواب هيناقشها هتعملي ايه؟ هتقولي له انت بتهرتل؟ انا مش بدق اسفين بينك وبين رئيس مجلس النواب. انا ملاحظ ان انت قاصد. يعني وانا اتوقع موجه من في هذا الاتجاه لما يعني البعض ربما يخضع ل مش هقول ضغوط يعني موائمات اتصالات فتلاقي بعض الامور ممكن تتغير يعني. دكتورة غادة في مجلس النواب لو قالوا لك هنناقش هذه القضية هيكون موقفك ايه؟ هتقول لهم زي ما قال الأستاذ خالد هذا الحكم نهائي وبات ولا يجب ان نناقشها؟ حكم المحكمة الإدارية العليا النهاردة الموافق 16 يناير 2017 المكون من 59 صفحة بإجماع الآراء برفض الطعن المقدم على ما يسمى بالاتفاقية. حكم عنوانه إعدام الاتفاقية. أغلق هذا الملف للأبد. أعدموا الاتفاقية. أعدمت الاتفاقية بهذا الحكم اليوم 16 يناير 2007 وشتان ما بين هذا التاريخ وما بين إبريل 2014 وبالتالي أغلق هذا الملف للأبد وأصبح حكم نهائي واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه ولا مفر من تنفيذه لكل السلطات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية. حكم محكمة القضاء الإداري اليوم هو عنوان الحقيقة لجموع الشعب المصري وهو واجب النفاذ. لا يحق لمجلس النواب مناقشته ولا يمكن طرحه أيضا للاستفتاء الشعبي باعتبار أن حكم فحص دائرة الطعون ملزم للجميع. من يقر بخلاف ذلك فهو ترزي قانون لا أكثر ولا أقل. وبالتالي فرئيس الدولة له أن يستعين بكافة القوى العسكرية والسياسية والشعبية لحماية هذا الجزء من أراضي الوطن المقدسة ولا يحق لأي كائن من كان أن يفرط في ذر التراب من الأرض المصرية. كل مؤسسات الدولة على بكرة أبيها بعد هذا الحكم يجب أن تلتزم بهذا الحكم ولا يجوز للبرلمان مناقشة هذه الاتفاقية لأنها أصبحت منعدمة. الأحكام يا سيدي وللسادة الضيوف وللشعب المصري الغلبان اللي بيقل من كل حاجة مش فاضل غير كمان الأرض نتكلم فيها ونجادل فيها. حضرتك مفترض ان الاعلام المصري في هذا التوقيت الحرج يكون منبر للراي العام لاناره الراي العام وليس لتشتيت فكره هو عنده من القضايا ما يكفيه. نثق في دوله الرئيس بنتكلم على ان الاحكام القضائيه تعلو فوق كل اعتبارات النظام العام
قطعت المحكمة اليوم بحكم نهائي ببطلان الاتفاقية وليس بحسب بطلان الاتفاقية، ولكنها أكدت بمصرية الجزيرتين، جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وعلى هذا فإن مصرية هذه الجزيرتين أصبح حقيقة لا تقبل الجدل ولا النقاش. طيب عايز بس نسمع كلام اثنين من النواب، محمد الأستاذ محمد أبو حامد والثاني الأستاذ، طب نسمع الكلام لأنه يعني هم يأخذان موقفا يتعلق بأن الكرة ما زالت في ملعب مجلس النواب ويؤكدان على سعودية الجزيرتين. إلا أن هذا لم يمنعنا أبدا كبرلمان من أننا نمارس دورنا الدستوري في نظر الاتفاقية والمستندات المقدمة سواء من الحكومة أو حتى المستندات اللي هتجلنا من المحكمة مع الحكم القضائي اللي صدر أخيرا. جميع المراسلات اللي تمت ما بين مصر والسعودية، السعودية تطلب الجزيرتين فمصر ترد خلاص، ولا مرة مصر ردت على السعودية تقول لها لا معلش ده الجزيرتين دول بتوعنا، ولا مرة. أمال كان الرد بيبقى إيه؟ كان الرد بيبقى إحنا عندنا ظروف حرب، لما كانت حربنا مع إسرائيل موجودة سواء في 67 أو في 73، في وقت من الأوقات كانت حرب العراق شغالة، ففترة التسعينات لما طلبوا قالوا عشان الحرب. ولا مرة الدولة المصرية في ردها على المملكة العربية السعودية كانت بترفض التسليم عشان خاطر الملكية أو السيادة، وإنما كان رفض التسليم مرتبط ارتباط وثيق بالظروف الأمنية اللي موجودة سواء لحربنا إحنا مع إسرائيل أو لظروف المنطقة لما كان حرب العراق موجودة أو إلى آخر ذلك يعني. وبالتالي وده بقى المهم، دولياً القضية منتهية، يعني دولياً بمعنى إن أنت فعلياً أودعت وثائق في الأمم وخطاباتك ومراسلاتك، وخاصة اللي تمت ما بين الوزير الأسبق عصمت عبد المجيد ووزير الأسبق في المملكة فيصل، ده اتفاقات رسمية منتهية دولية، يعني ده اللي عايز أوصله لحضرتك. وكانت هذه الاتفاقية تنازل عن أرض كان يطعن فيها دستوريا، لان طبقا للماده الاولى من الدستور المصري اللي اتكلمت عن ان مصر دوله موحده قال ولا يجوز تنازل، يعني لو انا تخيل لو حد متخيل ان الاتفاقيه دي تنازل عن تبقى سقطه دستوريا اصلا، لان طبقا للدستور والماده الاولى منه لا يجوز لجهه كائنا من كانت ان تتنازل عن شيء يخص مصر، عن ارض تخص مصر. الحكم القضائي والجدل اللي حصل في الداخل المصري ده داخل مصر، لكن الطرف الثاني المطالب بطبقا لوجهة نظره بشيء هو بيعتبره حقه، هو طبقا لوجهة نظر الطرف الثاني بيعتبره حقه، ثم الطرف المراقب اللي قاعد وايه وعمال ينظر، دي كلها اعتبارات اظن ليها علاقة او اثرت في التوقيت اللي يعني تم الكشف فيه عن الامر. حكم المادة 151 من الدستور بتقول ان الاعمال السيادية اللي بيوقعها رئيس الجمهورية المفروض انها بتحال لكل المعاهدات والاتفاقيات الدوليه اللي خاصه بالسياده، المفروض انها بتحال للبرلمان لمناقشته ورد عليه. هذا للاسف لم يحدث، ولجأت المحكمه وان كانت الحكومه ايادت لجوءها المحكمه بحيث انها استأنفت الحكم اللي هو صدر النهارده، وكل كله حصل فيه تخبط غير طبيعي في الامر. طيب سيادة لواء، يعني انا شايفك يعني عكفت على الحكم جيدا، وانت كنت معايا في حلقه سابقه يعني وكنت بتؤكد على سعوديه الجزيرتين. لا انا ما اكدتش على سعوديه الجزيرتين، انا قلت بالكلمه الواضحه، قلت انها حسم امرها قضيا انها سعوديه لسبب لا اكثر من سبب، قلت ان الحكومه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والاجهزه السياديه اللي احنا توجهنا اليها قالت لنا ما عندناش ورقه تثبت انها مصريه، كل الاوراق اللي في جعبه الحكومه المصريه بتثبت انها سعوديه ثقه في اللي اتقال لي. وبعدين برضو نسيب الموضوع الرابع، ان المحكمه لما صدرت حكم بموجبها يفهم منه انها مصريتين، من المتحدث بلغه بلسان الحكومه؟ هي قضاء الدوله طعنت في الحكم وقالت ان هم سعوديتين. انا بعد ما عنديش اي مستند قلت يبقى حكم امرها انها سعوديه، اللي فوجئت بالحكم النهارده وجئت به النهارده انه بيقول
استقر في عقيدة المحكمة أن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري من فكر جان يسمو اليقين من وجهين، أولهما أن سيارة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه، وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري على نحو ما سطرته المحكمة من أسباب حكمها. وهي قبل كده في الصفحة اللي قبلها قايلة إن هي قدم ليها العديد من المستندات. أين كانت هذه المستندات من نظر الحكومة؟ احنا بنينا حكمنا في الأول ثقة في الحكومة بتقول أنا ما عنديش مستندات، وجئنا النهاردة بأن هيئة الدفاع والمحامين اللي هم رافعين القضية أساسا بيفاجئونا بأنهم قدموا حوالي 15 مستند مصري وغير مصري وفي الأمم المتحدة وفي 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 بيثبت أنهما مصريتين. طب كنت فين يا حكومة؟ لماذا تخفيهم عنا يا حكومة عن الرأي العام؟ احنا مشيت يعني انهم تعتبر انك بنيت الموقف الاول على معلومات خاطئه قدمتها الحكومه. انا كنت عضو من الاعضاء اللي راحوا رحنا لجهاز السياديه وناقشناهم وقلنا لهم ايه الادله والمستندات اللي عندكم، قالوا لنا ما عندناش مستند يقول ان الجزيرتين الا سعوديتين، وكل ورقنا بيقول انهم سعوديتين، وبعتوا بهذه المستندات لمجلس النواب، واوكل المصطفى بكري يطلع كتاب، وفي كتابه من الصفحة 85 للصفحة 152 تحت بند الوثائق. يعني الحكومة قدمت ما لديها من مستندات للخصم بتقول فيه ان ايه؟ ان المستندات دي هي بتقول ان الجزيرتين دول سعوديتين. بعد الخصم اللي هو المجلس النواب. لا الخصم اللي هو السعودية. هي اللي طلبت منها ترسيم حدود. من الصفحة 85 ل 152. بتقول درهم بكل المكاتبات اللي عند السعودية واللي مش عند السعودية واللي عندنا احنا، بنقول لهم ادي اهي ادي المستندات التي تثبت انها ايه ان هم سعوديتين. وانت المصيبة ان هذه المستندات لو لجأنا للتحكيم الدولي، وهذا امر ما زال قائما ويخشى منه، ان هذه المستندات لو رحنا بها التحكيم الدولي ما فيش حاجة على السعودية غير انها تقدم المستندات المصرية اللي هي لا بعد حكم المحكمة لم يعتبرها مستندات. ما احنا يعتبرها، احنا مش بنتكلم الحكومه لسه جمع بالدفاع عن مصر. الحكومه المصريه البرلمان والجميع عليه ان تكمم بالافواه وتخرس الالسن. خلاص قطعت جهيزه قول كل خطيب، انتهينا. الحكم عنوان الحقيقه، والحكم قال كلمته واضحه ويقينيه. رفض الدعوة انتهينا منها خلاص. الحكم بقى ايه؟ الجزيرتين ما نتكلمش فيها، حتى احالتهم الى مجلس النواب اصبح امرا باطلا. القضية الاتفاقية برمتها باطلة، واحالتها الى مجلس النواب اصبح باطلا. وبالتالي انت شايف القضية انتهت زي ما قالوا للاخوة خالد بيوسف والاخت الفاضلة الزميلة، اصبح ويونهما وعدم ويونهما في حكم العدم. فاحنا النهاردة مش بنتكلم، بنقول ايه؟ احنا في جهاز تشريعي. هل يعقل وهل يقبل اني انا اكون في جهاز تشريعي بقى سن القانون والمحكمة بتطبقه وانا لا احترم محاكم القانون؟ اعتقد انها يعني شيء، هناك تجاوز هيبقى وتغول واضح وصريح من السلطة التشريعية لو نظرت مجرد نظر. هذا احنا النهاردة كنا في لجنة الامن القومي، كان في كلام وهيقول لك عايزين ننظر، قلنا لهم مالكوش حق، ليس لنا الحق في ان احنا مجرد النظر ولو في اللجان الداخليه التي لم بعيد عن اللجنه. اعضاء كانوا بيقولوا عايزين نناقش، كان في بعض الاراء بتقول المفروض نناقشها، والكل اجتمعنا في النهايه واتفقنا ان احنا لا يجب علينا ان ننظر هذه الاتفاقيه، لان هي اصبحت وجودها وعدم وجودها في حكم العدم. طب اذا جابها لكم رئيس المجلس، يعني لو انا عايز اضمن المجتمع وعايز اضمن الناس واطمن سعادتك، المزاج العام داخل المجلس انتهى امره واعلن رايه وبقت واضحه مرفوضه هذه الاتفاقيه جمله وتفصيلا. طيب هسال بس استاذ ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب. استاذ ضياء اهلا بيك. خير استاذ وائل. مساء الخير، اتفضل استاذ ضياء. على سيادتك وعلى ضيوفك الكرام. بيحيوك جميعا، اتفضل. وانا سعيد كمان بحديث سياده الدواء الاخير، ويعني صدقني وعلى فكره هو هنا يعني في شجاعه موقف. طبعا كان معي في حلقه سابقه يعني، وكان في البدايه كان موزعا يعني، بس هو كان بيقول انا مع المستندات اللي قدمتها الحكومه وبثق في مستنداتهم، وبعد كده قال لما شفت الحكم لا الحكومه ضللتنا يعني. اتفضل.
وصدقني زي ما قلنا لحضرتك من البداية في كل أحاديثنا المتواترة عندنا بخصوص هذه القضية إن احنا اعتمدنا الأول على الشعب المصري واعتمدنا على ضمير زملائنا النواب، ولكن طرح الأمر الوقت للنقاش وكأننا بنحاكم الحكم أو بنفسره أو بنؤوله أو بنعيد قراءته ما يجوز فيه وما لا يجوز، دوت بيتعارض مع الباب الخامس من الدستور المتعلق بنظام الحكم في فصله الأول المتعلق بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون. المادة 94 من الدستور بتتكلم على سيادة القانون أنه أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. المادة 100 من الدستور تقول أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوة الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوة الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو متسبب في تعطيله. والمادة 123 من قانون العقوبات أكدت على أن كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس والعزل من وظيفته. احنا امام حكم هو عنوان الحقيقة لا جدال فيه ولا غيب فيه ولا تشكيك فيه، هو الحكم. اذا كنا قد اقسمنا على احترام هذا الدستور فلا يجب ان نعطل احكامه ولا نعطل اي من النصوص الموجودة فيه ولا نحمل النصوص الدستورية ما لا تحتمل. هذا امر يضع هيبة الدولة ومؤسساتها ودولة سيادة القانون في مهب الريح. ماذا لو انتحبنا الى ان يناقش المجلس هذه الاتفاق؟ ايوه ما هو ماذا لو، ما انا بقول لك يعني باطلة. يقيني ان المناقشة ليست عبثية، لان استاذ وائل في اعتقادي ان هناك مطبخ خفي الان هيقعد يطبخ كيف يمكن مطابخ في حماية الدولة وسيادة القانون. يا استاذ وائل الحكم النهاردة لمن لا يدرك انقذ الجميع، اللي عايز يمسك بتلابيب وبأهداف النجاح. الحكم أنقذ الجميع النهاردة، أنقذ الدولة المصرية بالكامل، وأنقذ الشعب من الانقسام، وأنقذ البرلمان من الانقسام، وأنقذ السلطة التنفيذية من الخطأ التي وقعت فيه في التوقيع على هذه الاتفاقية. لا نكون أمام فرسي رهان، وقلنا هذه المعركة من البداية لا معركة فائز ولا مهزوم، انما الفائز والمنتصر فيها هو الشعب المصري السيد في هذا الوطن الذي صدر باسم هذا الدستور والذي صدر باسم هذا الحكم اليوم، وهذا الحكم هو الحكم النهائي والباقي. لا يجوز ولا يمتد حديثكم ارجوك، ولا ندخل المواطن لا في بلبلة ولا في اي تفاسير او تأويل. طب لانه بس هو رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قال هذا الكلام منذ قليل واحنا بنجيب نصه. في النهاية رئيس مجلس النواب لمقامه كرئيس مجلس النواب هو محل العين والاعتبار، ولكن احنا امام حكم قضائي ولا يتعارض في هذا مع نص المادة 151 من الدستور التي منحت مجلس النواب حق ان يفسد ولاياته على الاتفاقات والمعاهدات التي تجربها السلطة التنفيذية. متى استوفت شرائطها الشكلية؟ ضغبت هذه الاتفاقية في شرائطها الشكلية اليوم بحكم نهائي باب، فلم يعد هناك أمرا ليعرض على مجلس النواب. رئيس مجلس النواب بيقول المادة 151 من الدستور تلزمني أي حديث هو حديث أستأذنك أنه حديث سعودي، حديث سعودي ملوث بالبترودولار، ليس هناك معنى آخر غير هذا. أنا أتعفف وأنحي جانبا أي كلام من الممكن أن يمتد أثره أن نكون متحدثين باسم غير المصالح المصرية. أرجوكم احفظوا الشعب الذي يتابعكم الذي يترقب كلمتكم، بألا نضع الشعب مرة أخرى أمام الشك واليقين. نحن أمام يقين واحد اليوم أن هناك حكم نهائي باب متوافق مع أحكام الدستور والقانون، أصبح هو عنوان الحقيقة، نقطة انتهى.
لم يعد في مقنة أحد أن يناقش هذا الحكم ولا أن يفسره ولا أن يعطل أثره. طيب الدكتور صبحي بس عايز يعقب على كلامك وتسمعه. دكتور صبحي انت يعني لا يعني منهج انه البعض يعني يستخدم اسلوب الاتهامات يعني. طبعا انا متحفظ تماما يعني اذا كان سياده النائب بيتهم رئيس مجلس النواب فما بالك بيا انا شخصيا او باي حد كان بيقول ما لا طبعا بيقول ان ده حديث سعودي وبترو ريال وبترو. انت حضرتك فسري حضرتك لو سمحت احنا يا سياده النائب قلت حضرتك الكلام ده ان ده كلام سعودي ولا لا؟ هو فين الاستاذ ضيا؟ بتكلم في العموم استاذ ضيا. طيب ما حضرتك كنت بتساله قبلها مباشره. لا انا عايز اقول يا استاذ وائل بعد اذن حضرتك كل واحد حر في رايه. استاذ ضيا فين يا وائل بيه كل واحد حر في رايه الشخصي. كل واحد مسؤول عن رايه الشخصي. انت مش هتناقشني انا قلت ايه حضرتك في الحلقه. استاذ ضيا اتفضل. تكلم حضرتك في لب الموضوع لا تناقش احدا في رايه ولا تجادل احدا في رايه. لا بس ضيا ما نقولش راينا. ضيفي بس متحمس. لا حضرتك مالكش فيه. حضرتك رايك هو رايك. يعني ايه ماليش فيه؟ عندنا حريه راي احنا هنا في مصر. مش تتهميني حضرتك. لا لا انا ما بتهمكش حضرتك على الهواء. لا 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 كل نائب كل مواطن مصري من حقه يقول رايه بحريه. رايه مش هيتهمني. وعلى القانون ان يحكم الجميع والدستور يحكم الجميع. حضرتك ما تعلقش على رايي. حضرتك ما تعلقش على رايي. حضرتك ليك راي وانا ليا راي. وانا علقت عليه فين رايي؟ يا استاذ ضيا عشان صاحب الموضوع بس هو يا استاذ ضيا يعتبر انه كلامك عن البترو دولار ده كلام سعودي يا اتهام للدكتور علي عبد العال ولكل من ياخذ موقفا مختلفا يعني. الدكتور علي عبد العال هو من منع وصول هذه الاتفاقيه للبرلمان ونظرها لبعض صدور حكم من المحكمه الاداريه العليا. ونحن الان امام حكم نهائي بات صادر من المحكمه العليا بمجلس الدوله. انهت امر هذه الاتفاقيه، لم يعد هناك اي اوراق من هذه الاتفاقيه يمكن ان تعرض على مجلس النواب. اي تفسير او تاويل بخلاف هذا الامر وتحدث به كل اساتذه القانون اليوم بكافه انتماءاتهم واختلاف انتماءاتهم السياسيه ان الحكم اليوم هو عنوان الحقيقه قد انهى امر هذه الاتفاقيه الى غير رجعه. اتفاق ترسيم الحدود البحريه ما بين جمهوريه مصر العربيه وما بين المملكه العربيه السعوديه انتهى امره اليوم وصدر لها شهادة الوفاة من المحكمة الإدارية العليا للأسباب التي ترتقي إلى أن تكون وثيقة تاريخية وليس مجرد بحث في حكم قضائي. فندت كل الأسانيد والأدلة والخرائط التاريخية منها بالوقائع التاريخية من احتجاز سفن ومرورها ومنع السير في خليج العقبة وكل هذه الأمور حتى الخطابات المتبادلة اللي ما بين الملك فاروق والملك السعود كل هذا ردت عليه المحكمة. أدعو الجميع أن يقرأ وليس لأن يحاكم هذا الحكم حتى يستطيع أن يرد إن كان لديه رد. أشكرك أستاذ وائل. أستاذ ضيا ألف شكر. أستاذ خالد يوسف أنا عندي بس كام نقطة عشان يعني أنا لما اشتبكت مع الدكتور اشتبكت ويمكن اتعصبت لأن المستندات اللي قدمتها الحكومة وصفت الجيش المصري بالمحتل انه كان محتل هذه هاتين الجزيرتين وده المحكمه ردت عليه رد بديع وقالت لهم الفرق ما بين الورقه اللي مقدمها الحكومه تاكيدا على ان احنا محتلين هذه الجزيره ورقه بسنه 50 مفروض في ورقه مبعوثه يعني لمسؤول للملك سعود او الملك السعوديه يعني مش فاكر هو مين انه ان احنا هنحتل الملك سعود والملك فاروق ان احنا هنحتل الجزيرتين دول عشان نأمنهم فهو مفصلها حتى بالانجليزيه يعني الفرق بين الميلتري اكيوبيشن والفرق ما بين الاكيوبيشن اوف جيزيشن يعني اللي احتلال الموقع في الحرب في حاجه اسمها احتلال الموقع حتى لو كان في ارضك يقول لك احتل الموقع المتقدم ده احتل الموقع المتقدم ده ويبقى في ارضك وده كان لطمانه المملكه العربيه السعوديه انه احنا هنحمي السواحل بتاعتك واربأت المحكمه بان ان تصف الحكومه المصريه الجيش المصري بانه كان في يوم من الايام محتلا لارض الغير. احنا عندنا ده بمناسبه الكلام ده نسمعه يا جماعه بالصوت والصوره كلام المحكمه عن ان الجيش المصري لم يكن ابدا جيش احتلال.
أن جيش مصر لم يكن أبدا قديما أو حديثا جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية، وأن التاريخ يقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر إلى شعبها مكتفية بعلاقات الود والقربة وحرمة الدم. نكمل بس انا حبينا نؤكد على كلامك بهذا الموضوع. في نقطتين صغيرين، اخفاء الوثائق والمستندات. المحكمه قايله هنا ولا عبره في ميزان الحق والعدل بما قدمته الحكومه من خرائط حديثه صادره عن الجمعيه الجغرافيه المصريه، لانها جاءت مناقضه للثابت من اوراق الطعن من خرائط قديمه وحديثه لا يجوز تبديلها لمساسها بارض الاقليم. يعني الحكومه قد زورت لانها حصرت المستندات اللي قدمها في مستندات حديثه، نسيت خريطه سنه 37. خريطه 37 خريطه هيئه المساحه المصريه اللي سنه 37 اللي عليها تيران وصنافير بنفس الوان المرتفعات المصريه، اللي وزير الماليه المصريه لما سئل من وزير الخارجيه سنه 50 عن تبعية الجزيرتين دول، نروحنا دول بتوع مين بالظبط، نحتلهم ولا نعمل فيهم ايه، لان احتمال اسرائيل، في احتمال اسرائيل مقدمة عليهم. بعت له وزير المالية خريطة سنة 37 وقال له دي ارض مصرية ثابتة واحنا رصدينها عندنا في خريطة المساحة. كل ده الحكومة تغاضت عنه لمصلحة مين؟ انت عارف لو السعودية هي اللي مقدمة المستندات دي يا دكتور انا هقول اوكي حقها تقدم، لكن الحكومة المصرية هي اللي بتدافع عن الحق السعودي ليه؟ ما السعودية تيجي تقدم زي ما هي عايزة من مستندات دالة على ملكيتها للأرض دي أو سيادتها على الأرض دي، وأنا أقول أفند مستنداتها. لكن الغريب والمدهش إن الحكومة المصرية هي اللي بتدافع عن سعودية الجزيرتين. هل سمعت حد في السعودية مواطن أو حكومة بيتكلم عن مصرية الجزيرتين؟ هل في مواطن سعودي طلع اتكلم عن مصرية الجزيرتين؟ لا قول لي لا سمعت. لا ما سمعتش. لا يمكن. ولا لا يمكن لو حتى باطل او حق يا راجل. نقطة مهمة ممكن. لا بس اكمل وبعدين رد. اكمل وبعدين رد. لو كان حق او باطل لا يوجد مواطن سعودي طلع اتكلم على مصرية الجزيرتين. اثناء ما الناس عمالة تتشدق في الاعلام ويطلعوا ويعملوا كتب ويقولوا هنستقيل لو طلعوا مصر مصرية. وكأن المسألة اكنك بتدافع عن ارض الوطن، يعني العكس بالظبط. يعني الحمقه بتاعت الناس اللي بتقول سعوديه الجزيرتين في منتهى الغرابه جدا، اكنه بيقول مصريه الجزيرتين بنفس النبره بتاعت دي. كنت اقدر افهمها لو من مواطن سعودي. خالد بيه اتفضل. اتفضل كمل. لا هو اكمل على انت لك كل الحق النهارده بعد بعد الموقف اللي انت عملته. انا اشوف انا مع الحق انما ذهب. ربنا يخليك. انا ممتن والله. انا معجب موقفك جدا. انا الموقف النهارده اللي لسه كنت دلوقتي على طول منتهي من حلقه تلفزيونيه مع اللي اسمه علي ايوب المحامي اللي رفع القضيه اللي هو اول واحد رفع القضيه. يعني سلمان حضر، الملك سلمان، جلاله الملك سلمان حضر يوم 7/4، هو رفعها 9/4 تمام، وهو اللي قبل يعني هو وبعد كده دخل على حد لما وصلنا الى 187 واحد منضم معاه، هم كانوا 15 محامي والباقيين منضمين معاه. فوجئت بان بيقول لي كلمه، وانا طبعا قضيت فتره طويله جدا في البحث الجنائي واعلم تماما مدى مصداقيه الادعاء والدليل ومن خلال سياق الحديث وفي كذا معيار من المعايير. لما بيقول لي انا كنت اروح تيجي معلومه عندي ان في خريطه ما موجوده في مصلحه المساحه هتثبت، اروح هناك الاقي ابص الاقي يقول لي الحكومه جت اشتريتهم كلها وخلت الحكومه جت اشتريتهم. كانوا بيخفوا المستندات. يعني ده هذا معناه بالله لابد اللي انا عاوز اقوله ان هناك اخفاء متعمد الى بعد اذنك سياده اللواء. لو مجلس النواب ده بيمارس سلطته الحقيقيه في الرقابه عليها ان يحاسب الحكومه ويجيبها كده ويقول لها كيف لماذا اخفيت المستندات؟ لماذا ما قدمتيش؟ لا ولماذا وضعتينا في كل هذه يعني هزيمه للحكومه في كل دول العالم، الحكومه التي تهزم بهذا الشكل في قضية من هذا النوع بتستقيل بتمشي يعني. يا بيدا عندنا خطاب السكرتير العام للأمم المتحدة بتاع سنة 57 اللي بيتكلم عن مصرية، خطاب ما قدمتهوش ليه حكومة، خطاب موثق زي خطاب كده عصمت عبد المجيد اللي بيستندوا عليه واللي هوسلنا عليه وكأن عصمت عبد المجيد
والرئيس مبارك خلاص هم من قبل ومن بعد هم الانبياء المنزهين. تم فيه سكرتير عام الامم المتحده بيقول لمصر على مصريه الجزيرتين وبيستاذنها في وضع قوات الطوارئ الدوليه بعد عدوان 67 بعد عدوان 56. الاراضي العربيه التي احتلتها اسرائيل سنه 67 عمرنا سمعنا عن اراضي سعوديه احتلتها اسرائيل؟ هنا مقدم الطاعن اللي مقدمين القضيه او اللي رافعين القضيه مقدمين المستندات وثيقه كامب ديفيد، ودي اتفاقيه دوليه طبقا للقانون الدولي مكتوب فيها ان الارض سنفرض ارض مصريه تبقى ومحطوطه في المنطقه ج في اتفاقيه كامب ديفيد. يعني هناك اتفاق دولي واعتراف دولي ان صنافير وتنان مصريه. ما قدموش الوثيقه دي ليه؟ ما قدموش وثيقه خريطه السعوديه سنه 2010 ليه؟ خريطه السعوديه سنه 2010 اللي عممت على المدارس والهيئات والمؤسسات وما كانش فيها تيران وصنافير، ما قدموهاش ليه؟ ما قدموش كل الوثائق دي ليه؟ بيعملوا كده ليه؟ قدموا كل حاجه بتكون منها سعوديه بالظبط لمصلحه مين؟ احنا عايزين نعرف. المفروض البرلمان ده بجد لو يمتلك الإرادة الحقيقية لمحاسبة الحكومة، مفروض الحكومة ارتكبت جريمة كبرى لابد أن تحاسب عليها. طيب أخد تليفونات لمن طلبوا الاتصال. مستشار فتحي الكردي اتفضل. مستشار فتحي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. وائل بيه، يعني طبعا أنا بحييك وبحيي ضيوفك أولا يعني. بيحيوك جميعا، اتفضل. الأمر الثاني إن انا خبير دستوري سابق في مجلس الامم الكويتي. وببص للقضيه الحاليه دي. اتفضل. ان فيها حاجات يعني فيها ثوابت ما فيهاش كلام. عشان اختصر الكلام يعني الحكم اللي صدر النهارده حكم بات وحاز الحجيه وحاز حجيه الامر المقضي به. هذا يعني لا كلمة بعد هذا الحكم. وبالتالي لما يقضي الحكم ببطلان الاتفاقية، فالبطلان جه على التوقيع او عليها، ما التوقيع برضه لما اقول بطلان التوقيع ما هو بينسحب ان في بطلان في الاتفاقية كلها. وعلى هذا الاساس عايز اقول لحضرتك ان مجرد الحكم بالبطلان ده اصبحت الاتفاقيه هي والعدم سواء. انا ما عنديش اتفاقيه خلاص. وبالتالي فما فيش حاجه معروضه على مجلس الشعب او البرلمان. لان ما فيش حاجه معروضه على البرلمان بحكم ان الاتفاقيه ابطلت. وبالتالي فتعتبر كانها مش موجوده. يعني لم تعد موجودة حتى تناقش يعني. بالظبط كده يعني. هو الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بيتشبث بالمادة 151 من الدستور. ما انا اقول لحضرتك المادة 151 من الدستور بتعملها امتى؟ لما يكون الاتفاقية متفقة مع الأحكام اللي وردت فيها. معايا حضرتك؟ هي كده الاتفاقية جت بالمخالفة للأحكام اللي وردت في المادة 151. وفي جميع الاحوال لا يجوز لابرام كذا 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 ان يقلب الدوله برضه دي انا عايز اتكلم فيها حضرتك يعني. لا يجوز التنازل عن ارض. معايا وائل بيه؟ فانا عايز اقول ان مجرد الحكم البات بالبطلان اصبحت الاتفاقيه دي غير موجوده. وبالتالي فليس هناك حاجه تعرض على مجلس النواب. تعتبر ان مفيش حاجه. طيب ما اول حاجه ده سؤالي الاساسي في هذا النقاش. وده سيادتك ده هل اذدل الستار نهائيا على هذه القضية داخل مصر ولا البعض لسه هيبحث عن بوابات خلفية؟ هو الفرض القانوني دلوقتي ان اسدل الستار فعلا بموجب هذا الحكم القانوني البات النهائي الحائز حجية الامر المقضي به. سيد مشار الف شكر. محمد، استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد ليك ولضيوفك الكرام بيحيوك جميعا اتفضل. العظيم بداية بس خالص اعزائي الاسر الشهداء اللي سقطوا اليوم، ودول بيدفعونا ان احنا نركز على قضايانا المصرية ونخلي نوحد جهود الحكومة وجهود السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لمحاربة الارهاب اللي بيهدد وجود مصر في المنطقة، واحنا شايفين الدول من حوالينا بتعاني الارهاب ازاي. انا بس ليا كام تساؤل، انا مش فقيه دستوري واترك التعليق للقامات الموجوده عند حضرتك. اتفضل. ليا بس كام نقطه لو تكرمت اسمح لي اعرضهم، وانا كمواطن بسيط بنتظر الاجابه من الساده نواب البرلمان الافاضل ومن الساده الفقهاء الموجودين مع حضرتك في الحلقه ومن حضرتك شخصيا.
النقطة الأولانية يا فندم، إذا كان الحكم بات وأنا لست فقيها دستوريا كالموجودين عند حضرتك، لماذا من صاحب المصلحة في إحداث شرخ بين السلطات في مصر؟ ليه يا فندم بنصدر البرلمان بنحطه في أزمة، بنفتعل أزمة بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى؟ وبعدين يا فندم ليه الحكومة بتراقب نفسها؟ فين البرلمان اللي الشعب انتخبه يا فندم؟ البرلمان اللي بيكلف خزينة الدولة 2 مليار جنيه سنوية. دكتورة غادة، سيادة النائب خالد، موجود عند حضرتك سيادة اللواء، يا فندم فين دور البرلمان يا فندم في الرقابة والتشريع؟ ليه البرلمان ما بيحاسبش الحكومة بأنها أخطأت وفق كلام حضراتكم وفق كلام ما هو ده 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 سؤال هنسأله وهو نوه عنه الأستاذ خالد. النقطة الثالثة يا أستاذ، لو تكرمت يا سؤال، أنا سمعت أعضاء في مجلس الشورى السعودي من شوية في وسائل الإعلام المصرية قالوا مصر والسعودية ركيزة الأمن في المنطقة وجناح الأمن القومي العربي، واحنا لازم نسمو على خلافاتنا ولازم احنا بنناقش قضيه بعيدا عن تعكير صفو العلاقات بين مصر والسعوديه. مظبوط يا فندم، انا جاي لحضرتك. من حق السعوديه ان تطالب ومن حقنا ان نتمسك ونتشبث. يا فندم السعوديه لم تطالب ولن تذهب للتحكيم الدولي، في اصوات في مصر للاسف بتحث السعوديه ان هي تذهب للتحكيم الدولي، الست مصريين؟ النقطه الاخيره يا فندم، اذا لم نحترم احكام القضاء واذا لم نعلي من شان السلطه القضائيه في مصر، بكرة السودان الشقيقة تطلع تقول احنا هنروح التحكيم الدولي من حقنا ناخد حلايب وسلاتين، السعودية ترجع للتحكيم الدولي تقول من حقنا ناخد طيران وصنافير، كل ده واحنا بنشغل نفسنا في قضايا فرعية وسابين حدودنا مهددة. يا فندم السعوداء اللي بيسقطوا كل يوم أولى باهتمام مجلس النواب وباهتمام السادة المنظرين وباهتمام السلطة وباهتمام الرئيس وباهتمام الناس اللي احنا انتخبناهم وثقنا فيهم وهم مش على مستوى طموحاتنا للأسف. يكبدوا الدوله مليارات بدون اي رقابه، بدون اي تشريع، بدون اي دور حقيقي. فين دور البرلمان في المطالبه باستقاله الحكومه نتيجه الاخطاء الجسيمه اللي وقعت فيها؟ احنا كمواطنين بقينا مبلبلين، احنا في حاله حيره يا فندم، احنا مش عارفين مين ورا مين. طيب استاذ محمد الف شكر. ناخد بس الناس اللي معانا. الاستاذ ضياء رشوان الكاتب الصحفي الكبير ونقيب الصحفيين السابق. استاذ ضياء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، مساء الخير على الضيوف الكرام جميعا وعلى المشاهدين الكرام. بيحيوك جميعا اتفضل. ربنا يخليك. استاذ خالد، الحقيقه انا ما ساتحدث فيه هو حديث قانوني ليس له اي علاقه بالموقف من مصريه او سعوديه الجزيرتين. الامر ذكر في حكم المحكمه النهارده، لكن مدخلي مختلف تماما. مدخلي هو بالضبط ما ذكره الساده النواب وتحديدا النائب ضياء الدين داوود على التليفون، بغض النظر عن الجزء الاخير من كلامه للحقيقه يعني يحتاج الى تصحيح. لكن الجزء المتعلق بسياده القانون، المساله تبدا من التالي، ان احنا لابد من احترام سياده القانون ولابد من تطبيق احكام المحاكم النهائيه والباته، وبتفق مع الساده النواب فيما قالوه في شان حكم المحكمه الاداريه العليا. لكن هناك حلقه مفقوده. سياده القانون في مصر ينظمها الدستور والقانون. واول التنظيم انه مجلس النواب بغض النظر عن حكم المحكمه اللي صدر اليوم، مجلس النواب اتى اليه بطريق غير دستوري ما سمي باتفاقيه بين مصر والسعوديه. الماده 151 من الدستور بتضع شخصا واحدا يوقع ويبرم المعاهده، وهو رئيس الجمهوريه وليس احد غيره. وبالتالي لابد ان يوقع الاتفاقيه رئيس الجمهوريه او من يفوضه بقرار رسمي ينشر في الجريده الرسميه. مفيش من يفوضه. وهذا لم يحدث. ايضا الماده 197 من قانون مجلس النواب المسمى باللائحه القانون رقم 1 بتقول يبلغ رئيس الجمهوريه رئيس المجلس بما ابرمه من معاهدات. ده نص الماده 197. رئيس الجمهوريه لم يبلغ المجلس، اللي ابلغ المجلس هو الحكومه. وبالتالي هناك عوار دستوري من الاصل في التوقيع والاحاله. وهذا الامر هو اللي خلى محكمه القضاء الاداري تعتبره قرار اداري، لانه لم يحصن باعتباره عمل من اعمال السياده بقرار من الرئيس او توقيع او من البرلمان. وده حدث يا استاذ وائل في ثلاث مناسبات سابقه في محكمه القضاء الاداري. اول مناسبه ما يتعلق بالحدود مع قبرص في مياه البحر المتوسط وحكم بعدم الاختصاص. المرة الثانية عام 2013 في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد قناغو بشأن كامب ديفيد وحكم بعدم الاختصاص. المرة الأخيرة في 2015 برئاسة المستشار الجليل يحيى الدكروري اللي حكم الحكم الأول في استلام صنافير أيضا بشأن كامب ديفيد وحكم بعدم الاختصاص لأنه عمل من أعمال السياسة. وبالتالي الخطأ الدستوري ده أولا يخرجنا إلى حل. مجلس النواب
لا يمكن أن يقبل إحالة من غير ذي صفة، ولا يمكن أن يقبل ما يسمى باتفاقية غير مبرمة بالرئيس الجمهوري. وبالتالي بغض النظر عن مضمون الحكم، الاتفاقية وإحالتها إلى الرئيس لا إلى المجلس ليست دستورية، وعلى المجلس أن يردها إلى الحكومة حتى تأتي بالسياق الدستوري السليم. دي أول نقطة قانونية عشان نخرج من هذا المأزق. اثنين، حكم القضاء ينظم الدستور. الدستور بيقول ايه في المادة 192؟ بيقول الآتي، وهي مادة متعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، بيقول اختصاصاتها ومن ضمنها: والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متراقبين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى. ما يعتبرش حكم لا نهائي. قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة 25 في الفقرة الثالثة بيكرر هذا الأمر. نحن لدينا الآن حكمين قضائيين. احترام القانون يلزم مجلس النواب بأن ينتظر ما نص عليه الدستور من اختصاص المحكمة الدستورية العليا في الفصل بين الحكمين، سواء الحكم اللي هو رفع في محكمة مدنية البعض قد يرى أنها غير مختصة وقد يكون عنده حق، وبين حكم الإدارية العليا النهائي الذات اللي بيفصل فيه جهة قضائية أيضا هي المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي لعلى مجلس النواب احتراما لسيادة القانون اللي بتقول ان هناك مرحلة باقية من مراحل التقاضي، ولو البعض شايف انه الطعن في محكمة مدنية خارج القضاء الاداري على الحكم غير صحيح، الاولى ان يقول هذا محكمة الدستور العليا، لا يجب ان نستبق حكمها. وبالتالي لهذا السبب ايضا انا بارى انه بالاضافة الى رد الاتفاقية الموقعة بالخطأ من رئيس الحكومة والمحالة بالخطأ من الحكومة، ان مجلس النواب ينتظر ويعلن انتظاره لرأي حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا التنازع اللي نصت عليه المادة 192. معنى كده يا استاذ ضياء انه لسه احنا امام جولات قادمه؟ مفيش جولات، يعني خلاص انتهى الامر. يا استاذ ضياء، يا استاذ ضياء، حكم ده حكم امور وقتيه، امور وقتيه والوقتيه انتهت امرها بصدور حكم المحكمه الاداريه العليا خلاص. يا استاذ ضياء، حضرتك قريت الحكم يا سياده اللواء؟ قريته بالتفصيل. تمام، عايز اقول لحضرتك يا سياده اللواء، يا سياده اللواء، انا اللي بكلمك يا استاذ ضياء. استاذ خالد، بس معايا عايز اسالك سؤال. دكتور يا جماعة، هسألك سؤال يا استاذ ضياء. اتفضل يا استاذ خالد، اتفضل. هل حضرتك قريت الحكم كامل؟ طبعا. تمام، اقرا صفحة 22. بيقول ايه؟ لسه امامي الان، قول لي يعني فكرني بيه. بيقول: ولا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وهي في حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالا أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر عن جهة القضاء الإداري، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناتي الأساسية. إيه رأيك الصفحة دي؟ صفحة 22 23. هي مش صفحة واحدة، ده في 7 صفحات في الحكم فيهم حديث عن الاشكال المقدم. يعني القاضي هنا رادد على الكلام بتاع حضرتك بكل تفصيل وبكل جوانبه، فأي تحجب بان انا هستنى المحكمة الدستورية العليا؟ دي واحدة بس، دي واحدة هريحك، انت مخرج وانا باحث، اتفضل. واحنا الاثنين اصدقاء، لا محدش فينا لا رجل قانون ولا رجل دستور، لكن نحن كنا معا وتشرفنا بان احنا كنا في لجنة الـ50 لوضع هذا الدستور. تمام. المادة 192 اللي بتقول الفصل في النزاع الذي يقوم بين بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، تركت للمحكمة الدستورية دون غيرها انه النزاع بين حكمين بيفترض بالنص اللي جبته حكمين نهائيين. ده منازعات تنفيذ يا ضياء، في فرق بين حكمين وفي بيتين العضوي بيتكلم على حاجه، وفي فرق بين منازعه التنفيذ. هو بيتكلم على حكم القضاء المستعجل وحكم المحكمه الاداريه العليا. لا يا استاذ خالد، بيتكلم على موضوع، لو انا فاهم صح، موضوع ابرص بعدم الولايه على الموضوع وعدم الاختصاص، بينما صح يا استاذ ضياء؟ استاذ خالد، هل هناك من انت بتتكلم الاول على القضاء المستعجل الحكم بتاعه؟ انا بتحدث عن الاسس خالد، لانه ما اقول الان او ما تقوله حضرتك هو تدخل في صميم اختصاص المحكمه الدستوريه العليا، وده امر يخرج فورا عن الدستور وعن ما يجب ان نحترمه من درجات التقاضي. الماده 192 من الدستور وقانون المحكمه الدستوريه في الماده 25 ما حددوش ايه طبيعه الاحكام النهائيه، حتى لو كانت، انا اسف التعبير، هي والعدم سواء.
اللي بيحدد العدم سواء مش محكمة منهم. احنا عندنا محكمة منهم شايفة حكم والاخرى قد تكون عدم لكنها ترى حكما اخر. الدستور قال اللي يفصل في هذا المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي انا بقول هذا الحل اللي قلت ولا تنسى ما ذكرته قبله. الحل الاول ان ترد الاتفاقية لانها ليست اتفاقية. الحل الثاني ان ينتظر احتراما للقانون والدستور لانه ما اخشى ما اخشى. احنا النهاردة بتحدث ازمة بين البرلمان وبين المحكمة يعني المحكمة الدولية العليا لو نظر الامر. طيب هذه الازمة قد تتفاقم لو ان الامر ذهب الى الدستورية ورأت الدستورية انه لم يحترم انتظار قرارها الذي لا نعلم ما هو. المسألة اللي صبر المجلس 8 شهور يصبر المحكمة الدستورية حددت موعد نهاية هذا الشهر لنظر هذا الموضوع اظن 28 يناير. وبالتالي انا اظن ان احترام المادة 192 من الدستور احترام ايضا قانون محكمة الدستورية العليا تأكيد لانه اي الحكمين اولى بالدستورية واولى بالتنفيذ ده امر متروك لجهة اختصاص. حتى لو الحكم اللي قدام حضرتك او الحكم الاخر كل منهما عرض بالتالي اللي هو ايه انا حكم اخر اللي هو القضاء المستعجل كده بيتكلموا كنا يا فندم ايا كان الدستور ما قالش مستعجل او غير انت بتتكلم على احنا عايزين نفهمك يا ضياء انت بتتكلم على حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ ايوه يا فندم لانه جهه قضائيه مظبوط ايوه صح ايوه جهه قضائيه انا قلت برضه من الاول برضه الدستوريه الدستور قال كده لا في 7 صفحات زي ما انت قلت القاضي رادد عليهم بكل حسم حواليه ورادد حتى على المحكمه على حكايه المحكمه الدستوريه العليا وعلى منازعات التنفيذ وعلى لا ينطق احد باسم المحكمه الدستوريه العليا غير المحكمه الدستوريه العليا. يمكن لاي قاض او مواطن زيي ان ينتحل صفه الرد باسم المحكمه لكن الدستور حدد مين اللي يحكم المحكمه الدستوريه العليا فلنتركها طالما نحن متاكدون يا استاذ خالد وقد اميل الى ما تقوله من الناحيه الدستوريه والقانونيه انه حكم الامور المستعجله مش هيعتبر بالمحكمه الدستوريه بمثابه حكم يعني يعتد به. لكن الامر لا نستبق لا انا ولا حضرتك ولا اظن المستشار احمد الشاذلي في حكمه كان يصادر وينوي ان يصادر حق المحكمه الدستوريه العليا فيما ترى. هذا الامر سوف يقطع كل قول ونهائيا ودستوريا في هل يناقش مجلس النواب ام لا. النقطه الاخيره حتى لا اطيل على حضرتك وانا بذكر بيها صديقي الاستاذ خالد يعني البعض بس بيتعامل مع القضيه يا استاذ زي يعني انها حسمت واسدل الستار عليها نهائيا فانت هنا لما بتلقي الكره في ملعب لا انا جولات قادمه يعني الماده 192 في الدستور بتقول لا بتقول لا لان هناك دعوه في المحكمه الدستوريه العليا ده مش يا استاذ ديا والماده 190 في الدستور بتقول مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الاداريه ومنازعات التنفيذ. القضاء المستعجل غير مختص وحكمه هو والعدم سواء وهذا القاضي الجليل ما أفصل للمساله عبر 7 صفحات وقال التحجج بان احنا نستنى المحكمه الدستوريه العليا في يا سياده المخرج يا سياده المخرج الكبير وصديقي العزيز نعم يا عم انا مش بتحجج انا بقول الماده 192 وانا بقول الماده 190 مش انا اللي بقول ده مش انا يا صديقي العزيز 192 والله يا صديقي انا بقول لك برضه الماده 190 ما ترجع الماده دي 190 منازعات التنفيذ اختصاص اصيل لمجلس الدوله يا صديقي انت راجل واضع دستور زي حالاتنا واحنا بنفهم شويه لو انت في القانون وفي الدستور طيب الماده 192 تجب 190 تجبها لان دي النقطه الاخيره بعضها عشان الدستور النقطه الاخيره يبقى ازاي بذكرك يا اخويا خالد لما جينا نتحدث عن الماده الاولى من الدستور اللي هي بتحدد على اقليم مصر الذي لا يجوز التنازل عنه وبذكرك واحنا في لجنه ال 50 لما جت الماده 151 ان بعض الاخوه انا مش فاكر انت منهم ولا لا اقترح وضع خريطه لمصر في الدستور لعلك تتذكر ده صحيح ولم يتم يا ريتنا كنا حطيناه انت تتذكر هذا انا بقى بقترح عليك كنائب وبقترح على الحكومه وارجوها الله يجازيه بقى الاستاذ عمرو لا يوجد لدينا قانون يحدد اقليم مصر انتوا طلبتوا فعلا وضع خريطه احنا لمصر طلبنا خريطه لمصر في الدستور عشان مفيش اي حاكم يجي يتكلم في الحكايه دي تبقى محصنه دستوريه انا بقى بعيد من اللي غفل الاستاذ عمرو موسى الاستاذ عمرو موسى قال ده تزيد انا سيد عمرو موسى قال ده تزيد دلوقتي أنا ما كنا ما احوجنا يا سيد عمرو موسى للخريطه دي دلوقتي انا بعيد اقتراح في الشكل الاتي يا استاذ وائل احنا لولا الدعوه اللي اترفعت في مجلس الدوله
وتصدي مجلس الدولة لتحديد هل إيران وصنافير من إقليم مصر أم لا، ليس لدينا مرجع مستقر عليه ملزم للجميع يؤكد ما هو إقليم مصر وهل الجزء ده منه أو لا. مش عايزين نتركها للصدفة. لماذا نترك داخل مصر للصدفة؟ البعض يقول لا حلايب كلها مصرية، واحد يقول لك لا جزء منها. لا الصدفة تتغير يعني. إذا اقتراح للسادة النواب والحكومة قبلهم التقدم بمشروع قانون فوري لمجلس النواب يحدد فيه ملامح وحدود إقليم مصر، عشان يبقى المحاكم لا تجتهد والحكومات لا تجتهد، ويبقى بنطبق المادة الأولى من الدستور التي لا تجيز التنازل عن جزء من إقليم يعني مصر. لا لو احنا حطينا، لو انتوا حطيتوا ده في الدستور ما كانت هذه القضية موقشت طبعا، ولا كان حد لو حددنا بالنسبة. لو حددنا في الدستور بالخريطة الإحداثيات فيها إقليم مصر، انا بقترح طبعا متحطش في الدستور، يفرغ في قانون يبقى اسمه قانون إقليم مصر عشان ما يثورش نزاعات داخلية ولا يترك الأمر للمحكمة. أنا النهارده الحدود الليبية أو الحدود مع الغربية أو الجنوبية ممكن جدا يثار بكرة نزاع مصري مصري مش مصري دولي، وحد يروح المحكمة الإدارية ممكن أي دائرة تحكم بما تريد في تحديد إقليم مصر. إقليم مصر يجب أن يحدده قانون. ومرة أخيرة مرة أخرى بأرجو مجلس النواب إعادة الاتفاقية لأنها غير ذات صفة، أرجو أيضا انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا احتراما للقانون اللي بيلزمنا حتى الآن أيضا. شكرا أستاذ ضياء. الدكتور محمد نور فرحات أيضا يعني كتب تعليقا هو نفس رأيه، انتقد فيه رئيس مجلس النواب لأنه علق على الحكم. يا دكتور محمد نور فرحات أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ ضياء. أهلا بحضرتك. من النوم وسبتوني على التليفون. انت حضرتك كتبت التعليق. انا اسف ان احنا صحينا حضرتك. لا انا لم انتقد رئيس مجلس النواب، انما قلت رايي سواء في مقالاتي في المصري اليوم، المقال اللي فات او المقال اللي قبله، وكنت هذا الحكم كان لمن يعلم صحيح القانون كان شيئا متوقعا تماما. والحقيقة انا بدعو يعني تابعت الفضائيات النهاردة. قرأت لحضرتك تعليقا من ذلك شديد من تناول كثير من الفضائيات لهذا الحكم والتطاول الذي حدث على مجلس الدولة وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، واللي كانوا بيقولوا لنا لا تعليق على أحكام القضاء، وجهوا ما يشبه الإهانات إلى المحكمة وإلى أحكام القضاء، ومن لا يعرفون فنيات القانون بدأوا يفتون في القانون عن غير ذلك. في مجموعة من المسائل لابد أن نحاط بها. أولا يجب أن يحرص الجميع على كيان مؤسسات الدولة المصرية، وهي المؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، وكل مؤسسة بتعمل في مجالها وبتتعاون مع المؤسسات الأخرى في سبيل الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وأي كلام غير كده هو محاولة أو يصب في النهاية في محاولات هدم الدولة المصرية، وليس من ينتقدون أداء السلطة التنفيذية هم الذين يحاولون هدم الدولة المصرية. إنما أنا لما أجي أقول على حكم محكمة إدارية عليا وهي أعلى محكمة في مجلس الدولة أنه حكم غير صحيح وأنه حكم غير سليم وأنه حكم غير واجب التطبيق، هذا كلام ده صح ولا يقول. لما نيجي نتكلم عن الأحكام القضائية يا أستاذ وائل، في أحكام واجبة التنفيذ فورا وفي أحكام لا توقف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المنازعات الدستورية لا توقف أحكام مجلس الدولة ولا توقف أحكام القضاء العادي.
انما بتاخد وقتها ويفصل فيها عندما ترى المحكمة الدستورية العليا عن القضية مهيئة للفصل فيها، انما حكم محكمة القضاء الاداري وحكم المحكمة الادارية العليا هذا الحكم واجب التنفيذ، والامتناع عن تنفيذه يشكل جريمتين، جريمة منصوص عليها في المادة 123 عقوبات امتناع عن تنفيذ حكم قضائي بواسطة الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة نيابية عامة، والمادة 184 من الدستور التي تجعل الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية جريمة لا تسقط بالتقاضي. فهذا الحكم الذي قضى بأمرين، ببطلان التوقيع على الاتفاقية وبأن كل الأسانيد التي قدمت له تؤكد أن الجزيرتين جزء من توقيع مصر، هذا الحكم واجب الاحترام. هذه الاتفاقية غير موجودة من الناحية القانونية، وما أحيل إلى البرلمان أصبح ورقة مجردة من أي قيمة قانونية، والإقدام على مناقشتها هو الإقدام على مناقشة ورقة بدون قيمة قانونية، ويعتبر امتناع عن تنفيذ حكم قضاء. يعني مناقشة مجلس النواب لها بمثابة جريمة، انت بتعتبرها جريمة؟ يعني متأكد ان رئيس المجلس وهو استاذ قانون دستوري متمرس لن يعرض الاتفاقية للمناقشة في مجلس النواب، يعني ممكن ياخذ رأي اللجنة التشريعية التي اعتقد انها ستنتهي الى مثل رأيي، انما في النهاية الاتفاقية لا توجد اتفاقية الآن للعرض على مجلس النواب. مسألة بقى المنازعة الدستورية بين حكمين نهائيين، حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم صادر من القضاء المستعجل. احنا كرجال قانون لما نيجي نتكلم عن القضاء المستعجل الذي تقدمه المادة 45 من قانون العقوبات وصدر الحكم من قانون المرافعات وصدر الحكم النهائي، بنقول عليه انه قضاء يحكم في الامور الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت، وان احكامه لا حجية لها في الموضوع، وان لا وجه للمقارنة بين حكم وقتي وحكم موضوعي، فليس هناك تنازع حقيقي بين الحكمين، وسيبوا الامر ياخذ مجاله امام المحكمة الدستورية العليا، وحكم المحكمة ونظر المحكمة الدستورية العليا لهذه المنازعة لن يوقف التنفيذ، انما اقدام البرلمان على مناقشة الاتفاقية، وانا متأكد ان رئيس البرلمان لن يقدم على هذه الخطوة، واللجنة العامة في البرلمان لن تقدم على هذه الخطوة. لا بس هو ادلى بتصريحات تلفزيونية منذ قليل سنناقش اتفاقية ترسيم الحدود. ايوه يا فندم طعم. هو ادلى بتصريحات وقال ان احنا هنناقش القضية. اه يا فندم. الدكتور علي عبد العال قال سنناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. يعني انا لم استمع الى هذا التصريح، انما ممكن يناقشها في ضوء الحكم الذي صدر وينتهي الى قرار بعدم المناقشة. طيب يعني يناقشها من حيث المبدأ تنزل تجرب الاعمال، انما لا يتطرق الى موضوعها لانه من الناحيه القانونيه لا توجد اتفاقيه الان. انا بشكر حضرتك الف شكر، اطلع فاصل بعدها هنكمل النقاش وهنقول بعض تعليقاتكم. في ناس طبعا بتتكلم عن طب الموقف هيكون ايه مع الحكومه، والبعض بيتوقع طبعا انه القضيه يحاول البعض انها تستمر من خلال الابواب الخلفيه التي اتحدث عنها، هنكمل معاكم بعد الفاصل.
مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نتساءل هل أسدل الستار نهائيا على قضية تيران وصنافير على الأقل داخل مصر، أم أن الحكومة ستبحث عن بوابات خلفية؟ طيب أستاذ خالد، لو قلت لك أنه لا، من المتوقع أنه هتلاقي لا في بوابات خلفية وهيبقى مجلس النواب ربما أحد هذه البوابات، لو حصل ده، هقول انه لو حصل بدعم من رئيس المجلس وهيبقى عندهم اساندهم القانونيه اللي هيقولوها، يعني ما هو الموقف الذي يمكن ان تتخذونه؟ يعني احنا كنا عايز اقول لحضرتك، يعني احنا كتكتل 25 30 كنا في كل القضايا اللي فاتت، قضايا قوانين القيمه المضافه او برنامج الحكومه او بيان الحكومه او كل القوانين دي كنا اقليه. اليوم في هذه القضيه نحن لسنا راس الحرب في هذا الموضوع، ولسنا نحن الذين نقود حتى المعارضة في هذا الموضوع، يعني لا يعني ومن الواضح ان في اغلبيه نيابيه مع هذا الشرف لا ندعيه يعني لكن انا بتصور ان ضمير النواب الاغلبيه يعني الكبرى في مجلس النواب تتجه نحو زي ما قال سياده اللواء كده انها خلاص الموضوع اغلق ولا يمكن نظره. فأنا بعتقد أن لو رئيس المجلس عرض على المجلس أن إرادة المجلس ستنصرف إلى رفض مناقشة هذه الاتفاقية. رفض مناقشتها. دكتورة غادة تتوقعي نفس الكلام؟ يعني خليني يعني أتخيل هو سيناريو يعني قد يكون متوقعا يعني. خلينا نقول أنه الدستور إدى الحرية الكاملة لأي مواطن مصري سواء كان نائب أو غير نائب إن هو يتكلم بحرية، خاصة عندما يتعرض الأمر إلى تراب بلده وأرضه، ولأنه الأرض والتراب مرتبط بالعرض، ولأن احنا بنتكلم على حقائق ثابتة. خليني أقول لك إنه باستطلاع رأي أنا مستقلة ولا أنتمي لا لدعم ولا لإئتلاف ولا 25-30 ولا أي حاجة، بنقعد نتكلم مع كل زملائنا وعند حضرتك سيادة اللواء وجميع النواب ومعظم النواب غير اللي بيتصدروا المشهد بشكل ملفت للنظر وفج جدا، ان هو كما لو كان سعودي وبيدافع عن الجنسيه. يعني احنا بنستثنى بعض النواب اللي خلال 4-6 شهور فاتهم شغلهم الشاغل على تصدير مشهد للنواب ان الاغلبيه ستقول ان الجزيرتين سعوديتين، هم يسوقوا لهذا. بعض الافراد داخل المجلس يسوقوا ان الغالبيه ستقول ذلك، ولكن الغالبيه باستطلاع الراي وبالحديث معهم وراء الكواليس ان معظمهم وفي اجتماعات خاصه وفي اجتماعات يتعرض فيها ان من خلال شاشات التلفزيون والمونيتور والاجهزه الكثيره انها سعوديتان، ينفضم ويقفم ويقولوا انها مصريتان وان الشعب سيحاسبهم على ذلك. فاذا مساله عرض الاتفاقيه وهو غير جائز وغير وارد وغير قانوني وغير دستوري على المجلس، لو حضرتك بترسم سيناريو خيالي فده سيناريو خيالي بالنسبه لي وبالنسبه للغالبيه، بعد ما اعتقدنا انه خيالي وجدناه على ارض الواقع. ولكن يا وائل بيه يعني اكاد اجزم زي ما انا برضو قلت واكدت انه الجزيرتين مصريتين واضربت واعلنت، وكان اول اعلان رسمي ليا بعد ما سمعت انه هم طعنوا على الحكم، انه الساده النواب اثق فيهم جميعا وفي نزاهتهم وفي قسمهم وفي حرصهم على ارض الوطن والدماء التي ارتوت بها ارض الوطن. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك الجزيرتين من مرأة ومسمع، ولو اخذنا دلوقتي عربيه وطلعنا عليهم، هي ارض مصريه تخضع للسياده المصريه منذ قديم الازل. مش هنيجي النهارده ونتكلم. انا بستعجب جدا لبعض النواب اللي عملوا مؤلفات وكتب وادعوا الاستقاله واتكلموا، وكل واحد قاعد، كل واحد له حريه الراي، ولكن احنا نثق في النواب. الشعب اللي من خلفنا دعمنا بالطاقه، دعمنا بالمستندات، الشعب هو اللي دعمنا بالطاقه اللي احنا بنتكلم بيها دي بالمستندات. نثق كمان في رئيس الجمهوريه انه رئيس الجمهوريه هيحمي ارضنا المصريه
وان هو مش طرف في القصه دي خالص، وانه على الجميع ان ينفذ حكم القضاء. وانا بربأ من الحكومه المصريه ان هي النهارده قدمت شهاده وفاتها بالحكم القضائي المصري. شهاده وفاتها، شهاده وفاتها. يعني انت بتعتبر ان الحكومه يجب ان تستقيل؟ انا اعتبرت ان الحكومه يجب ان تستقيل سعادتك من بعد ما هم قدموا طعن، لان مش انت السعودي اللي هتقدم، السعوديه ذاتها ما قدمتش ولا اعترفت بالدوله اتكلمت، انت اللي بتبتدع مستندات. اطلعنا على جميع المستندات حضرتك الرسميه اللي بتاكد، وزي ما قلت لحضرتك من غير ما اطلع بالدم وبالارض. اما بالنسبه للمداخله اللي كانت من شويه وبتتكلم في فكره الحكمين القضائيين، انا عايز اقول لحضرتك ان حكم القضاء المستعجل حكم وقتي يسقط بالحكم في الموضوع، وحكم مصريه الجزر حكم موضوعي نهائي وبات. سعادتك دوله رئيس الجمهوريه اللي الشعب المصري كله التف حواليه في 30/7 كده بين 3/7 وفي 26/7 من 3 سنين. يا فندم نسوني اسمي، نسوني اسمي والله، نسوني اسمي. عايز اقول لحضرتك انه الشعب المصري يلتف حول القياده السياسيه، يلتف حول زعامه الرئيس. الخريطه المصريه خلف دولة الرئيس فيها تيران وصنافير. دولة الرئيس لم يقر بسعودية الجزيرتين. دولة الرئيس أطلب من دولة الرئيس التفكير. شالهم من الخريطة. مين شالهم؟ المؤتمر اللي حضرناه واحنا في شرم الشيخ اتشالوا من الخريطة. لا احنا شفناها في الخريطة، شفناهم في الطبيعة لكن متشالين من الخريطة. لا دي حاجة حضرتك تسأل عليها لأن أنا ما شفتهاش حضرتك. لا أنا واثق منها على سبيل القطع واليقين. اتشالوا تيران وصنافير من على الموجودين على الخريطه اللي كان قاعد قدامها سيد رئيس الجمهوريه والحكومه ودينه ربنا كلها في مؤتمر شرم الشيخ. طب شرم الشيخ بتاع مجلس النواب وكل المؤتمرات اللاحق كلها متشالين. دي برضه اشاره، برضه اشاره واضحه، برضه اشاره واضحه برضه لينا ان كانت الدوله عاوزه تتجه الى هذا الاتجاه. انا متاكد ان المستندات لم تكن تحت سمع وبصر قياده السياسه 100%، لان لا يمكن تكون المستندات دي في يد اي حد ويقر بسعوديه الجزيرتين، لا يمكن. يعني انت، انا عايز بس لان هذا الحكم مش تاريخي، يعني حاجه فريده ونادره في تاريخ القضاء ان يبقى فيه هذه الفقرات. فانا بس بدعو حضرتك ان انت تديني دقيقتين اقرا لك بس فقرتين من هذا الحكم للجماهير اللي لم يمكن ما تقدرش تقرا. طيب عشان اللي هسال الدكتور صبحي بقى المحور الاخير في النقاش، اتفضل. يعني انه بيقول ايه؟ ومن حيث انه بعد الاستعراض السابق بيانه يبين بجلاء ووضوح لا لبس فيه او غموض انها مظاهر للسياده المشروعه لا تتمتع بها سوى دولة ذات سيادة على الجزيرتين، وهكذا بقيت المراسيم والقوانين واللوائح المصرية شاخصة شاهدة ناطقة على ممارسة مظاهر كامل السيادة المصرية على الجزيرتين في ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولي. دي فقرة. فقرة تانية، ومن حيث أنه لا خلاف على أن مظاهر سيادة مصر على الجزيرتين قد أخذت صورا متباينة ومظاهر متعددة، وكانت تلك السيادة ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ القدم كشف عنه العصر الحديث اعتبارا من 1906 حتى الآن، ولم يثبت في أي مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرة أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها أي تواجد عسكري أو غيره من أي نوع. يقول والثابت من الأوراق أن مصر مارست سيادتها الكاملة على تلك الجزيرتين في جميع الفترات دون منازع على مسرح الحياة الدولية، ولم توجد مظاهر منافسة من أي دولة للسيادة المصرية المشروعة على هاتين الجزيرتين. الفقرة الأخيرة اللي بقراها لك، ومن حيث أنها تأسيسا على ما تقدم، ومتى كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة وثيقة أو معاهدة تشير إلى أن دولة أخرى غير جمهورية مصر العربية قد مارست سيادتها المشروعة على جزيرتي تيران وصنافير في أي وقت من الأوقات بحسبانهما ضمن الإقليم المصري المحظور التنازل عن أي جزء منه، كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأدنى مظهر من مظاهر السيادة على الجزيرتين سواء قبل إعلان المملكة سنة 1932 أو بعدها. وبيقول ان
الاتفاق وانطواء على خطأ تاريخي جسيم غير مسبوق يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري في أجياله السابقة وجيله الحالي والأجيال القادمة، وليست ملكا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة محكمة وسنة واجبة. هذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التي يتعين التي باقي وثابت بحدودي شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه على النحو المتقدم سيفقد مصر حقوقها التقليدية في على مياهها الإقليمية، فضلا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري وإضرارا بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية. يعني هذا الكلام لما تيجي تقرأه وتقرأ بقى المستندات، أنا المستندات هي اللي كمان مشدوه منها إن المستندات حاسمة قاطعة جازمة. كنت أمام وثيقة الحقيقة أدبية سياسية تاريخية. أنا مرضيش أقرأ لك اللي هو قالها، مرضيش أقرأ لك اللي هو قالها. دكتور صبحي، بيبقى في سؤال، يعني كان البعض يعتقد أنه بعد صدور هذا الحكم يعني على الأصوات التي كانت تؤكد دائما بسعودية الجزيرتين أنها على الأقل تقول صحيح وجهة نظر انهزمت لكن الوطن انتصر، يعني مصر انتصر زي ما عمل سيادة اللواء كده. يعني ما يعني العودة. لماذا يصمم البعض؟ لا انا فرحان بك قوي على ان على على ان يكون الانتصار طول عمري بدافع لوجهة نظري حتى لو كانت على حساب المصلحه الوطنيه. والاعتراف بالخطا اقوى من اعاده العزم. يعني انا استاذ وائل طبعا عندي نقاط كتير بس هاجل. لا ما هي يعني دقائق محدوده اتفضل عشان ارد بس على الكلام اللي اتقال كتير وكان معايا الكلام وحضرتك خدتوه. أولا حكاية دفاع الحكومة، الحكومة دفعت واستماتت على هذا الموضوع، الحكومة دفعت عن هذا إتاء لتثبيت وجهة نظرها أو لإثبات وجهة نظرها مقابل فريق آخر كان يدافع عن هذا الموضوع، لا علاقة للسعودية بهذا الأمر من قريب ولا من بعيد، بل إن المحكمة نفسها نحن بنستند لها النهاردة قالت إن هذا النزاع ليس نزاعا دوليا بل إنه نزاعا وطنيا داخليا، ومن ثم الصراع طبعا أطرافه داخل مصر عظيم كلهم مصريون. إذا لما الحكومة بتعمل أصدرت كل هذه البيانات وطلعت الوثائق اللي منها وثائق أو مش وثائق تعتبرها حضرتك زي ما تعتبرها كان لإثبات وجهة نظرها أن القرار الذي اتخذته مبنيا على هذا الأمر لأبناء الشعب أبناء الوطن اللي عندهم وجهة نظر أخرى. دي واحدة. النقطة الثانية وبسرعة جدا، احتلال الجيش. الأستاذ خالد أشار إلى موضوع احتلال الجيش وإن الدولة غير محتلة وهذا غير صحيح كمان أشار. وهذا صحيح تماما أن الجيش لما يحتل الاحتلال المقصود اللي هو السيء الاحتلال عنوة، انما الاحتلال كل الكلام اللي استخدم ان احنا نروح نحتل هذا الموضوع باتفاق مع المملكه العربيه السعوديه، هذا التعبير استخدم نحتل في كل البيانات حتى في مجلس الامن نحتل مندوب مصر كما وضحها حتى بالمصطلح الانجليزي يعني. طبعا هو اوكيبيشن يعني احتلال مفهوم ومندوبنا في الامم المتحده استخدم هذا التعبير. ان المصطلح اللي مستخدم هو احتلال موقع ضمن اراضي تملكها يعني مندوب مصر. الوثيقه اللي هم معتمدين عليها انا ممكن اجيب وثيقه لحضرتك موجوده البيان البيان موجود بتاع مندوب مصر في مجلس الامن موجود نشوف استخدم يعني في الحرب دايما يعني حتى تبقى ارضك يعني لكن يقول لجنودي يعني لابد ان نحتل هذه المنطقه صحيح نحتل مكان يعني ناخذه ناخده يعني عظيم نسيطر اللي بعت بس معلش ان احتلال وطن الجيش ومحاوله الاساءه للجيش هذا غير يعني غير وارد باي حال من الاحوال. النقطة الثانية اللي أساءت الجيش الحكومة لما قالت ده جيش محتل يا أستاذ خالد احنا بنتكلم على ترسيم الحدود البحرية صحيح؟ هل معنى هذا الحكم اللي صدر اليوم ان احنا لن نرسم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية؟ لا هنرسمها بس الاتفاقية ديت باطلة. عظيم، يبقى هنرسم النقاط اللي هم حددوها خاطئة. لحظة يبقى هنرسم الحدود صحيح؟ تمام. يبقى حضرتكم لما طرحتم وحضرتك سنيت ان انت طلبت خريطة، في الحقيقة لا توجد خريطة تحدد هذا الحد الحدود المصرية في البحر الأحمر، هذا غير موجود بالمرة علشان انت حضرتك تقدر تحطه في خريطة، لأن حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها مين اللي قال الكلام ده يا دكتور؟ أستاذ خالد يا دكتور ما عندنا ترسيم حدود بحرية في ترسيم حدود بين الدولة مع السعودية؟ وثيقة 1906 ما بين النجد والحجاز والإقليم المصري الاتفاقية لترسيم الحدود البرية لم تتعرض لا بقريب ولا من بعيد للحدود البحرية، وحضرتك لحد دلوقتي بتقول لي هنرسم حدود بحرية مع السعودية. تمام، حضرتك لسه قايل يبقى ما عندناش ترسيم مع السعودية، عندنا ترسيم مع قبرص اتعمل علشان نقدر نقول. طب أنا بقول لحضرتك شاغل نفسك ليه بالترسيم مع السعودية؟ نعم حضرتك شاغل نفسك. لا ما احنا قلنا حضرتك لا بتعقبي عليا ولا بعقب عليك. أنا ما بعقبش، أنا بناشك. لا صحيح بناقش حضرتك والله. ليه؟ لأن عندنا رئيس دولة يحاول أن يضع الخريطة التي طالب بقى الاستاذ خلود طالب كلنا ان يبقى في حدود مصريه واضحه تماما باتفاقات دوليه واضحه. ده حصل مع قبرص وهيحصل مع السودان ولازم يحصل مع السعوديه وكل البحر الاحمر عشان معترف بيها. هذه الحدود غير معترف بيها قانونا في المستقبل لازم نرسم الحدود. عظيم، بس بناء
معناها يا استاذ خالد معناها ان مفيش ترسيم حدود في اللحظه دي، انا بتكلم على الوضع الحالي. الاتفاقيه دي سقطت. عظيم. النقاط اللي احنا حددناها دي نقاط نتيجتها ان احنا اتنازلنا عن جزء من الاقليم المصري. عظيم. فلازم نعمل ترسيم يعني حدود. يعني حضرتك معانا ان هي سقطت، حضرتك معانا ان هي سقطت. وفريق الدفاع عن هذا الموضوع هل شفت حضرتك انه تعرض الى نقاط الاساس التي وقرار 90؟ ان نقاط الاساس هذه النقطه، هل اجتهد احد ان يقول هذه النقاط غير صحيحه؟ اه طبعا غير صحيحه. المحكمه قايله فين ده؟ مش غير صحيحه ولا تستند لاي غير صحيح مش موجود يا صديقي. الحكم لحضرتك وطلعها لك. عظيم عظيم جدا. اللي هو القرار رئيس الجمهوريه سنه اللي هو بتاع سنه 90 رقم 27 صحيح مش كده؟ صحيح. هطلع لك رد عليه المحكمه. هات الحكم. وقالت انه قرار غير صحيح. الامر الثاني يا استاذ وائل، احنا بنتكلم على احكام واجبه التنفيذ وهذا صحيح. لما هو السؤال وده برضو اللي تصدر الرأي العام. ليس لدينا حتى هذه اللحظة اتفاقية عشان تبقى واجبة التنفيذ ونوقف تنفيذها اصلا. انه ما صدر للرأي العام ان احنا فعلا تنازلنا عن تنازل، هذا لم يحدث. الاتفاقية لا تصبح اتفاقية دولية الا بالتصديق عليها. لازم نصدق عليها الاول. الامور باقية على ما هي عليه افتران وصنافير. احنا بنتكلم الف دي قانون مش موجود. احنا هننتظر لغاية ما يتم التصديق عليها وبعدين ندير هذا النقاش. يعني انا يعني المجتمع ينزعج لانه هو سعادتك لما تم ترسيم الحدود من حقه ان هو ينزعج لانه ما حدث هو مقدمه انما تصدير لما تم ترسيم الحدود اخرجوا الجزيرتين من الحدود المصريه لما تم ترسيم الحدود. معلش عشان بجري يعني الموضوع اللي الاستاذ خالد اشار وانا شايف ان ده ممكن يكون مخرج عشان انا هروح للمنطقه دي اللي اتكلم عليها الاستاذ ضياء، انه في اغلبيه في البرلمان وده واضح وحتى بعض اللي كانوا بيتبنوا وجهه نظر زي سياده اللواء غيروا موقفهم، ده يؤمن لينا ويبقى مخرج اذا احنا متاكدين ان مجلس النواب ممكن يخرجنا جميعا من هذا المأزق. الحمد لله ان انت معترف ان احنا في مأزق ولا خليتنا في الحكومه. لا الحمد لله ده الواحد كويس. احنا في مأزق بس مش الحكومه اللي دخلت. انت شايف ان المجلس يناقشها ويرفضها؟ ويرفضها او يرفض مناقشتها. ما هو يبقى يحل الموضوع. هي جات لنا عند كده بما ان عنده اغلبيه. بما ان عنده اغلبيه. النقطه الثانيه يا استاذ خالد وارجو ان يتسع صدره. مجرد مناقشتها جريمه يعني. بل الدفاع محمد لطفي وستكون اول مره في التاريخ انه في جهه ما تجرم او تحرم على برنامج يناقش اي قضيه. دي عمرها ما حصلت في اي حته في العالم ولا هتحصل تاني اعتقد. يعني انه في جهه ايا كانت هذه الجهه تحرم او تجرم ان يناقش البرلمان اي موضوع اذا حسمت قضائيا. دي المره الوحيده. لو حد عنده مره انه في جهه ما اصدرت فرمان بانه هذا الموضوع غير واجب النقاش حد يقول لنا. ده مش موجود. مش موجود. البرلمان يقدر يناقش اللي هو عايزه. النقطه الثانيه يا استاذ خالد، اذا سلمنا فعلا ان القضيه انتهت زي ما الاستاذ وائل بيقول واطلقت عليها رصاصه الرحمه واغلق هذا الملف. بمعنى ان تيران وصنافير هي فعلا ارض مصريه، هذا صحيح؟ اذا مضيق تيران يصبح مياه كما اراد الرئيس عبد الناصر مياه داخليه مصريه. الوضع الحالي لمضيق تيران ايه يا استاذ خالد؟ ماله؟ انه مضيقا دوليا. هذا ليس والرئيس عبد الناصر وقع في 56 وفي 67 بعد الاعتداء على ان هذا القانون هذا المضيق هو مضيقا دوليا. اذا اللي انت حضرتك عاوز تقوله واللي عايزين نقوله دلوقتي وجهه النظر ان الرئيس عبد الناصر حين وقع على ان هذا المضيق مضيقا دوليا هو باع المياه المصريه، هو باع ارض مصريه وهذا لم يحدث. انا وجهه نظر انا بقول لحضرتك اذا اصبحت تيران وصنافير بحكم التاريخ مضيق دولي لضمان حريه الملاحه يعني بسبب اذا مضيق دولي انت مضيق عليه انه مضيق دولي يا استاذ وائل. انت بتمضي على نهر النيل يصبح مياه دوليه مش هو مياه داخليه مصريه اي بحر مياه داخليه مصريه. إذا تيران وصنافير وأنا أربى بالرئيس عبد الناصر أنه يفعل ذلك وأنا قلت لحضرتك هذه المحاضر موجودة ومقر الرئيس عبد الناصر ومخرجات الدكتور أحمد عبد الناصر وكثير من الوثائق اللي ممكن نقعد نتكلم عليها هو كان يعلم تماما أن هذه الأرض أرض السعودية والحاجة إليها الآن حتى يصبح كان بيكذب وسعادتك كنت معاه وهو بيكذب جمال عبد الناصر كان لم يكن يكذب ده أنا اللي بقول إنه ما بيكذبش أنت حضرتك اللي بتقول إنه بيكذب أنا بقول ما بيكذبش الرئيس عبد الناصر الراجل قال مصرية صحيح اللي بتقول هو لازم يقول إنها مصرية أنا بقول بحكم السياسة كان لازم يقول إنها مصرية يعني عبد الناصر في هذه اللحظه الرئيس عبد الناصر كان بيكذب لا ما كانش بيكذب ومين اللي صادق؟ مين اللي صادق؟ حضرتك اللي صادق رئيس داخل على حضرتك اللي صادق في التاريخ اللي احنا موجودين فيه ده حضرتك اللي صادق يا دكتور لا مش حضرتك اللي صادق هو اللي مش صادق بص حضرتك مؤكد ان انا مش صادق انا اعرض وجهه نظر وبقول ان هذه يا دكتور لا تسقط بحكم قضاء لا تتهم لا تتهم تاريخ بص يا استاذ يا استاذ وائل انا لان بياناتي انا لا لي علاقه بالحكومه ولا علاقه بالبرلمان ولا بالقضاء انا لي علاقه باللي انا اراه وجهه نظر انا كلمتنا من اول السبت يطلع البرلمان شوف حضرتك لو طلع البرلمان مش مصري لو طلع القضاء ويقول انها مش مصريه انا عندي وجهه نظر انا عندي وجهه نظر بنتها أيوة بعيد عن بيانات الحكومه ما تتكلمش عن التاريخ انا بتكلم عن الزعماء السابقين حضراتكم بتعملوا حاجه ثانيه احنا بنقول انه هذا الكلام ما كان يمكن بالظبط يا استاذ وائل كما لو كان
يعني حكم المحكمة صدر اليوم بأنها مثلا سعودية، هل ده كان ينفي وجهة النظر الأخرى؟ استحالة، استحالة ينفي وجهة النظر الأخرى بأي حال من الأحوال، وستظل هذه وجهة النظر موجود، هذه وجهة النظر دي موجودة يعني الحكم يا أستاذ خالد النهاردة يشير إلى كتب كثيرة، كتب اللي كتير قالوا أنها مش وثائق، صحيح؟ ولم يشير إلى كتب أخرى منها الكتاب اللي في إيده ده محدش يتعرض إليه نهائي. لا هو شغل وثائق مش كتب يعني. ومذكرات أخرى. لا. وبعدين لم يشر لكتاب واحد كل الكتب. ثانية واحدة بس، ما أنا أرك وحكم ما تعمليش كده لأن أنا أرك حكم تاني. خليني أقرأ لك، أقرأ لك يعني إيه كتاب؟ كتاب به وثائق. يعني به خريطة. يعني ايه تبيو عظيم. انا يا استاذ وائل يعني احنا هنجيب بعض بين السلطان العثماني يعني كلها انا كلها كتب فيها وصف. واحنا شفنا كل المستندات والوثائق القرار بس عايز اقول القرار بتاع الرئيس مبارك 27 لسنة 90 رد على المحكمة انه راعى في اعتماد طريقة خطوط الاساس المستقيمة كطريقة يبدأ منها قياس المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المصرية ومصالح اقتصادية هامة وحماية الأمن القومي، وقد ظهر هذا الموقف جليا في الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية إلى آخره، كل الكلام ده وبعدين في الآخر بيقول إيه؟ يفصح وبجلاء عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهوري وقرار مجلس الوزراء السعودي المشار إليهما سلفا، ولم تبين الجهة الطاعنة وجه الخلاف بين القرارين، وإن كان محله تغييرا في الحدود أو السيادة أو ما استبدحها بالنسبة للجانب المصري من ضرورة اتخاذ إجراءات دستورية كونها تتصل بحقوق عامة الشعب لا تتصل في الخطأ بقى اللي شبهها وهزيل. فين؟ في حد قال انه النقطه. بص يا استاذ خالد احنا ما كنا في طبق كنا بنتخانق على بيقول هذه الحقيقه القانونيه لم تنشا في الوقت وانما منذ بيتكلم على ان ده لم يلتزم اصلا ب 1906 يعني انا مش هعتبر عصمت عبد المجيد ولا هعتبر ولا هعتبر حسني مبارك ان هم الشخص اللي هو لا ورث على ارض مصر. انا ما بقولش ان هو لا يخطئ. لا خلاص انا عندي برضو قبلهم جمال عبد الناصر وعندي قبلهم 1906 وعندي قبلهم سنه 50 وعندي قبلهم خريطه المساحه المصريه سنه 37 مش هرمي ده كله عشان حسني مبارك قريت الخريطه ادهم نقاط تسهيل. استاذ خالد في خرائط بتطلع اقتصاديه وعسكريه وسياسيه واداريه والخلط بين الخرائط دي كان واضح جدا وموجود، واذا حضرتك عايز نفهم اي خريطه ممكن نناقشها. بس خليني اكمل لحضرتك نقطه او نقطتين اخرانيتين. اولا انا اكدت لحضرتك في هذا الموضوع انه هذا الحكم لم يرى اي حد فيه ولا تقدمت الاتفاقيه. النقطه الثانيه لا غير صحيح، برضه غير صحيح. بص انت بتقول كلام جريح غير صحيح. بص يا صديق غير موجود، طلع اي بند فيها هنا اشاره. انا بقول لحضرتك الاتفاقيه اصلا منشوره، مش الحكم ده منشوره في وسائل الاعلام. يا عم الاتفاقيه مرشوفه في وسائل الاعلام على موقع العربيه سعاده بعد اربع بقول لك بعد اربع ايام من الاتفاقيه هنا اما اتمضت اتنشرت على مش معانا حكم حضرتك 59 صفحه حضرتك انا معانا حكم 59 صفحه بقول لحضرتك موجود فيه اي اشاره لهذه الاتفاقيه؟ امال هو ايه المطلوب حضرتك دلوقتي؟ ايه المطلوب يا استاذ خالد؟ انا بقول لحضرتك ما كانش موجود هذا الاتفاق اخر مره يعني. طب هي يا استاذ وائل يا استاذ احنا بنعرف ان احنا بناخد القرار عايز اقول نقطه. لا لا هو مين يخبيها بس يا دكتور صبحي؟ يعني فكره ان الحكومه لم تحل اصلا البرلمان ولم يحصل عليها احد. يا سيدي ما احنا قلنا لك انها ما جاتلناش وما راحتش المملكه العربيه السعوديه اللي نشرتها على موقع العربيه. استاذ وائل نطلب دلوقتي الاستاذ خالد علي في فريق الدفاع ونقول له حضرتك كان معاك وثيقه الاتفاق ده مقدمها ولا لا؟ مقدمها. طب نطلب الاستاذ خالد مقدمها وجايبها من العربيه. انا بقول لك الموضوع ده بجد وانا بقول لك مقدمها. احنا كده بس اخر نقطه يا استاذ وائل. ما هو انت كده بتتوه الناس. خلينا بس انا مش بتوه الناس. حضرتك بتجادل في ايه؟ بتجادل في وجود الاتفاقيه او عدم وجود الاتفاقيه؟ انا بلاش حضرتك بلاشك. بص حضرتك يعني انت بتدخلنا في سجال وفي متاهات. ما قلنا الموضوع يتحمل السجال. انا بتكلم على الاتفاقيه يا فندم. بتكلم على الاتفاقيه ولا بتتكلم على منطوق الحكم النهارده؟ لا بتكلم على الاثنين. طب الاثنين موجودين. الاثنين موجودين اجيبهم لحضرتك. يا ريت. طب اجيبهم لك حالا دلوقتي. انت حضرتك حالا اجيبهم لحضرتك. انا بتكلم في ايه؟ مش ممكن يا سيدي. لو احنا عندنا بعد البرلمان يا صديقي العزيز ادخل على موقع العربيه ثانيه واحده والنبي يا غادر بعد ما نخلص على طول ادخل على الموقع العربيه واكتب اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعوديه هتطلع لك اتفاقيه بحدودها بالنص. طب حضرتك معاك ممكن نفتحها. ماشي واحنا خارجين حضرتك هنجيبها لك والاستاذ وائل ممكن يجيبها والاعداد يا استاذ وائل ارجوك هقول اخر نقطه. انا بس مش عايز امسك في نقاط تفصيليه بالظبط. طب يعني انا مش مندهش يا استاذ وائل. انا مش عايز اطمنك ما تنطلق. لا واحده واحده عشان في دوشه. انا عايز اسال حاجه عشان الجمهور بس يفهم. حضرتك بتنكر ايه؟ بتنكر ان اتفاقيه ترسيم الحدود ان المحكمه قد اطلعت عليها؟ بتقول انا عايز كلام ده. نعم يعني انت بتقول ان المحكمه الاداريه العليا ثانيه يا غاده المحكمه الاداريه العليا
ومحكمة القضاء الإداري في أول درجة حكمت هذا الحكم ولم ترى هذه الاتفاقية. بعيدا عن يا سلام بعيدا عن يا سلام بعيدا عن الاتفاقية. لا ده كلام ده كلام لا يصدقه طب لا لا حتى أنا لو ما عنديش المعلومة اللي هي عندي لا إن هيئة الدفاع كان معاها الاتفاقية أنا ما أقدرش أصدق دي محكمة تقدر تحكم يا سعادة اللواء. هي تحكم على إيه؟ هتحكم إزاي ومعاها الاتفاقية؟ هي تحكم على إيه؟ استنى بس وإزاي هتحكم؟ طب وهي لما تحكم حكم زي ده بس خالد لما نخرج اسال كل الناس انا مش بتكلم كلام هرج نسال مصر كلها 90 مليون يا استاذ وائل طب بيقولوا النقطه دي المحكمه حكمت يا استاذ وائل ما كانش قدامها الاتفاقيه طبعا حكمت على بطلان ايه طبعا حكمت على بطلان ايه على بطلان توقيع رئيس مجلس الوزراء على اتفاقيه اللي هي ايه بقى ما شافتهاش وما حدش عنده بيانات ما شافتهاش ولو حد عنده يعني هي مش متحال البرلمان يقولها لنا مش موجود مش موجود ما شافتهاش لا ما شافتهاش وحكمت كده وحكمت كده ده قضاء عجيب جدا بس الاستاذ علي ايوب كده يا جماعه مش قلنا مش ناويين تقفلوا التكييف يعني اشكر المشاهدين ولا طيب بس بس انا سؤالي بس نقطه واحده بس اقولها نقطه واحده في 30 ثانيه يا استاذ خالد احنا في الماده 151 كان في حاجه اسمها استفتاء صحيح؟ صحيح هل يمكن الان لرئيس الجمهوريه ان يلقى ان يلجا الى استفتاء عام للشعب صاحب السياده العليا في هذا الموضوع حتى المحكمه رد على ده انه لا استفتاء ولا محكمه عشان برضو الجمهور لو عايز يفهم حاجه في ثلاث حالات الماده 151 احنا بصدد الفقره الاخيره منها اللي هي لا يجوز التنازل عن جزء من الاقليم المصري لا يجوز التنازل لا الشعب ولا الرئيس يعني ولا يا استاذ خالد ما انت مصر على الجزء الاخير من الماده زي المحكمه حتى لو كان عارف بقى اقول لحضرتك حاجه حتى لو كانت الحكومه عايزه ده الحكومه كمان من جحودها وبقول لك جحودها وانا قصد اقول الجمله قالت ان احنا لم نكن نمارس سياده عليها وانما كنا نمارس اداره عليها وكاننا كنا شغالين غفر للسعوديه على مدار 100 سنه 100 سنه شغالين غفر اداره واخد بال حضرتك احنا شغالين غفر يا استاذ لا غفر لما تيجي تقول لي ان انا كنت مدير السعوديه انا كنت لو سمحت اكمل يا استاذ يا دكتور اكمل لا حمايه ازاي بس لو سمحت اكمل احنا كنا نحمي هذه المنطقه ايوه غفر يعني الصراع العربي الاسرائيلي لو سمحت غير الصراع العربي الاسرائيلي وما زلنا نتحمل هذا الموضوع يا صديقي العزيز الحكومه حتى كان اقل حاجه تقولها والله هي ارض مش بتاعتنا ولكن كنا نمارس عليها اعمال السياده عارف الاجراء اللي كان يتم ايه؟ الاجراء اللي كان يتم ما كانش كده خالص الاجراء اللي كان يتم طبقا للدستور ان يتوجه رئيس الجمهوريه لصاحب الحق الاصيل صاحب السياده اللي هو الشعب المصري يتوجه له مباشره دون الرجوع لمجلس النواب بالاستفتاء ونتائج الاستفتاء تعرض على المجلس ليقرها ثم يصدقها رئيس الجمهوريه ده البروسيس الدستوري لكن كمان الحكومه قالت لا والله ده احنا ما مارسناش عليها سياده ده حقوق اداره وبالتالي نستطيع ان نوقع كده بجره قلم بقى بجره قلم ونتنازل عنها او نسيبها لان احنا كنا يا دوبك بنديرها وسنه 82 عن بعد ما اتحررت سينا احنا عاملين اسم شرطه تيران وصنافير يا عالم عامل اسم شرطه على حته ارض انت بتقول له انت بتديرها اسم شرطه وفي مامور اسم وفي رئيس مباحث اسم ولا معرفش عاملين القانوني احنا كنا نمارس قرار باعتبار اماكن منها محميه طبيعيه قرار جمهوري علشان كده قرار جمهوري باعتبارها محميه طبيعيه طبعا اللي برضه من جحود الحكومه انها تشيلها في المنهج السنه دي انها محميه طبيعيه ووزاره الاثار والسياحه تشيلها من المحميات الطبيعيه اللي المفروض يزورها السياح كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ هقول للناس من الموضوع عايز افهم كل ده ليه؟ بص يا استاذ خالد كل ده ليه؟ والمصلحه مين؟ بقرارات مصريه لا يعتدي بيه في اي قانون يا راجل ده لو مش بتاعتي وبقالي 100 سنه و هنرجع دفعت ضريبه دم عليها ما تقوليش ما ينفعش تجرب الوطنيه لا 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 ارجع تاني الموضوع الوطنيه قدام مش هينفع لا ينفع ونص لا ما ينفعش لا ينفع ونص امال ايه اللي ينفع؟ المساله ان القانون ده هو اللي يا دكتور اللي دفع الدم ده الفلسفه الخياليه اللي دفع الدم ده الشعب المصري مش الحكومه المصريه اللي دفع الدم ده اجيال طويله جدا الشعب وبالتالي الشعب المصري صاحب السياده هو اللي ترجع تقول له تتنازل عن سياده قد دفعت عنها بدمك وروحك واستشهد ابنائك واستشهد ابائك طيب. من اجلها ولا لا؟ مش الحكومه المصريه اللي بجرت قلم ما لازم الحكومه المصريه لازم رئيس الجمهوريه اللي يوقع نعم مش انتوا قايلين في الدستور اللي رئيس الجمهوريه انا رئيس الجمهوريه ما وقعش الاتفاق يوقع اللي وقع ده خطا ونحن مقرين ده خطا لا ده خطا انت مقر لمين؟ رئيس الجمهوريه لو هو كان عايز يتنازل عن السياده كان هيتوجه للشعب المصري كان
هيقول للشعب المصري انا في حته ارض عندنا كنا نمارس عليها اعمال السياده هي مش بتاعتنا. انا فين يا استاذ خالد؟ لا يمكن لرئيس السلطه التنفيذيه انه يذهب لا للبرلمان ولا للشعب قبل ما يوقع. لازم امال احنا بنسميه توقيع ليه بالاحرف الاولى؟ احنا بنقول ان ما وقعش ما احنا بنتكلم مربع صفر ما انا بقول لك اهو الاجراء الطبيعي انه كان لما يوقع بالاحرف الاولى كان يتجه للشعب المصري الاول يقول له انا هوقع كذا برضه هيوقع هو وقع خلاص يا استاذ خالد لا لا دي بعد البرلمان مش من حق حد يوقع على تنازل تنازل ده حكم مصر ولا تنازل لا مش هقول لك ان الارض دي مش ارضنا الارض دي يا سيدي مش ارضنا مش من حق رئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه ولا البرلمان ان هو يوقع على التنازل عن السياده طبقا للدستور من غير استفتاء شعبي لا لان الاصل صاحب الحق العظيم هو الشعب المصري هياخد مواطنين بس قاعدين مكالمات بسرعه واسال سياده اللواء بعدها محمد استاذ مين في طيب هاخد بس الاستاذ علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب استاذ علاء اتفضل استاذ علاء استاذ علاء اتفضل طيب استاذ رائف تمراز عضو مجلس النواب استاذ رائف اتفضل مساء الخير يا فندم مساء الخير اتفضل استاذ رائف مساء الخير عضو الكرام طبعا احنا بنقول ان في هذه القضيه حدث جلل اليوم في حكم المحكمة النهاردة بأنها انتصرت إلى الشعب المصري اليوم وأن الحكومة مش عايزة أن الشعب المصري يفرح الحكومة اللي هي النهاردة أساس النهاردة الشارع المصري بيغلي من ارتفاع الأسعار وأن هذه الحكومة لما الشعب يجي يفرح النهاردة مش عايزة تدي الشعب فرصة أنه يفرح وينسى غلى الأسعار أولا الحكم عنوان الحقيقة وان اللي مات لا يحيى مره اخرى والابواق المفتوحه وبتصوت للسعوديه والاخ العزيز اللي عمال يدافع عن السعوديه وكانه هو مش مصري وقاعد يدافع وانا ابن عمي توفى في على هذه الجزيرتين في اعقاب حرب 67 واستشهد هناك على هذه الجزيرتين ولو انت ابن عمك استشهد على هذه الجزيرتين في 67 ولو انت يا سيد الفاضل عاوز تمحي من عقول الشعب المصري هاتين الجزيرتين اللي انت كنت بتدرسهم لنا في التاريخ هنجيب الشعب من 2006 حتى الان نمسح من ذاكرتهم وتقدر تمسح الذاكره من 2006 حتى الان هذا التاريخ من دماغ الشعب المصري فنمسح هذا التاريخ طبعا ان الشعب المصري النهارده في 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 ظل هذه الحكومة اللي ماتت كان ماتت اكلينيكيا والنهارده ماتت نهائيا في ان هي النهارده تصدر المشهد ضد الشعب المصري وضد ارادة الشعب المصري ان هي ترفع الدعوات وتحرك الدعوة دون ان السعودية المفروض هي اللي كان تحرك الدعوة وان السعوديين النهارده بيطالبوا مصر ب 32 مليار جنيه كحق انتفاع لهاتين الجزيرتين بيطالبوا مصر لو هم كان كسبوا القضيه او هيكسبوها حق اندفاع فاحنا النهارده لما نتحدث عن ان الخريطه المصريه ومن 2006 لما في عهد الامبراطور العثماني وان الجزيرتين مصريتين وان لما في الحرب العالميه برضه لما خطبوا مصر وكان في جنود موجودين واقروا بالكلام ده في جنود موجودين على هاتين الجزيرتين مصريين النهارده جاي تقول النهارده ان السعوديه وحق السعوديه وتتكلم عن السعوديه، السعوديه اللي في الكتب بتاعتها النهارده مش موجود فيها الجزيرتين واحنا جايين ندافع عن السعوديه. طب انت كعضو مجلس نواب يا استاذ رايف بتشوف شايف ان القضيه انتهت ولا يجب ان يناقشها مجلس النواب؟ واللي مات ما بيصحاش تاني وموضوع انتهى ولا يجب ان يناقش في مجلس النواب. ومع الحكومه ممكن تصحي ميتا يعني. مش لو لا يمكن ان يصحى الميت مره اخرى. لسه موجوده الحكومه؟ والنهارده بقول لك يا سؤال يعني يعني انا بشكر طبعا استاذ خالد وبشكر النائبه وسياده اللواء في ان هم بيعرضوا الامر والشعب المصري النهارده كل سهران بيسمع حضراتك وبيسمع كل النواب وبيسمع رايهم النهارده. وانا شايف النهارده ان الشعب فرحان ليه حتى الفرح مستكبرين علينا ليه اما نيجي نفرح تستكتروا علينا هذا الفرح ولكن انا في النهايه طبعا عشان اترك المجال لزملائي في الاستوديو معاك بقول النهارده ان احنا بحيي القضاء الشامخ المصري
وبحيي القاضي الجليل الذي لا تأثر بالحكومة ولا تأثر بأن الحكومة وقال أن الحكومة ما قدمتش مستندات وأن الحكومة النهاردة جريت على كل الوثائق والخرائط في كل مكان في مصر وأخفتها. فلماذا النهاردة أنا يعني معلش أنا طبعا زعلان على أن في استشهاد ومستشهدين ماتوا على هذه الجزيرتين. يعني قضيتان لا تتناقضان، الدفاع عن السيادة هو أيضا دفاع في مواجهة الإرهاب. يعني الشهداء، أنت بتتكلم عن الشهداء الذين استشهدوا اليوم يعني. وإسرائيل كان عايزة تأخذ الجزيرتين في السابق، عاوزة تعمل قناة زي قناة السويس، ولكن كان المصريين طبعا بالمرصاد، حتى لو كانوا كان مياه إقليمية دولية كان غصب عننا إسرائيل عادت القناة ودخلت إسرائيل، ولكن الجزيرتين مصريتين وليس لهم جدال وأمر بات. طيب. أنا أشكرك أسوائل وأشكر ضيوفك في الاستديو. يا رايف بيه، يا رايف بيه. نعم فندم. سيادة النائب مساء الخير، ازيك يا غالي؟ بخير يا فندم. مبروك لمصر وللمصريين. أنا عايز أوقفك والله. ثواني. مبروك للشعب المصري. ترسيم الحدود على موقع برلماني. مش هقول لك بقى موقع، اتفضل. بس تبقى ايه ترسيم الحدود على موقف برلماني اهي صفحه صفحه. ماشي اتفضل يا رايف بيه. نعم يا رايف بيه. اتفضل يا باشا. انا سامعك. انا ببارك لحضرتك وببارك للساده اللي ثواني بس. اتفضل اتفضل. ببارك لحضرتك وببارك للساده النواب. ومداخلة شريفة جدا، وبقول لسعادتك هي الحكومة المصرية الحالية اللي هي فقدت شرعيتها وتوفت بمنطوق الحكم النهاردة ما سألتش نفسها سؤال، سواء كان وزير الخارجية أو رئيس الوزراء، إذا فرضا تم الموافقة على هذه الاتفاقية بتاعة تسليم الحدود دي وخروج تيران وصنافير وبقت خارج السيادة المصرية، إذا أجريت حرب بحرية مصرية، ايه هي اللي هتعمله الحكومة المصرية؟ ازاي هتدافع عن الحدود البحرية المصرية بهذه الاتفاقية؟ ما سألتش نفسها السؤال ده. حضرتك بتتكلم عن الامن وبتتكلم عن الدم وبتتكلم عن الاستشهاد على هذه الجزيرتين. طيب النهاردة الحوادث الارهابية اللي من كل صوت ولون ومن كل مكان بتحللنا، ازاي الحكومة المصرية بتسليم الجزيرتين هتأمن الحدود؟ يا سيادة النائب حرك البتاع بايديك عشان ما يمشي. طيب هنا استاذ رايف عايز يشكر واستمع اليكي، وعشان بس اخد بسرعه الاستاذ علي ايوب. استاذ علي، هل استاذ علي اهلا بيك. مساء الخير عليك وعليك. الف الف مبروك، واضح ان صوتك ضاع خالص، كنت بتهتف بقى. فدا مصر وفدا تيران وصنافير وفدا اي بقعه من بقاع الارض المصريه. يسلم صوتك، مبروك لمصر. مبروك ليك ولكم، مبروك لكل مصر. ربنا يبارك فيك وفي اللي زيك. ازيك يا علي؟ احنا بناخد الطاقة منكم. ازيك يا استاذ خالد؟ احنا نمثلكم. عامل ايه يا علي؟ كويس؟ الحمد لله الحمد لله يا استاذ خالد. انت كان لسه صوتك كويس يا علي الصبح. كان الصوت ده لسه حتى مالوش سبب، كان صوتك كويس احسن من كده كتير. ختاب مجلس الدولة. السؤال بقى. السؤال اللي هو الخريطة. هل الاتفاقية موجودة عندكم؟ الاتفاقية موجودة عندنا. سواء الدكتور سمر يقول يعني مطروحة في القضية ولا غير مطروحة؟ يعني القضية موجودة ومتداولة في المحكمة ولا لا؟ أول ما تقدمت بها الحكومة، تقدمت بها عن طريق أي قضايا الدولة في إحدى الطعون ال 12 اللي كانوا محالين المزودين، وكانت دعوة الأستاذ حمدين صباحي، وكنت حاضر عن الأستاذ حمدين صباحي عن الأستاذ طارق نجيدة في إحدى الدعاوى ال 12، وفوجئت ان الاتفاقيه مقدمه من كتاب، فوجئت ان اسمه الحقيقه الكامله، فوجئنا ان الاستاذ مصطفى بكري وقتها عامل كتاب وحاطط فيه صوره من الاتفاقيه. هذا اول رؤيه لنا، رؤيه الاعين لهذه الاتفاقيه، وبعد ذلك قدمت امام المحكمه الاداريه العليا. يعني الاتفاقية كانت متداولة في القضية، متداولة في القضية ال 12 الأخرى. أستاذ وائل أرجوكوا، إحنا هنقول كلام اللي وحده المتداولين التي قدم فيها الأستاذ خالد علي ورفع القضية، وكل المتقاضين لم يكن لديهم نص الحكومة. لما الحكومة طعنت
قدمت مصر. هو موجود مع حضرتك صوت وصوره. انا بقول اهو ناقش حضرتك. هو يرد عليك. هل مش معقوله تدخلنا في السجال ده ودعوه؟ اولا السجال ليس له حضرتك ليه بتتكلم بالمنطق ده يعني؟ قلنا ملوش قيمه دي حاجه ثانيه بقى. ملوش لا مش مهم القضيه جت يعني. الفكره مش فكره قيمه حضرتك، الفكره انك بتتكلم بغير الحقيقه. خليه يرد حضرتك. انا اعتقد ان القضاء الاداري ثم محكمه اداريه عليا تحكم حكم زي ده في 59 صفحه وعلى درجتين درجه اولى في القضاء الاداري ولم يقع تحت نظرها الاتفاقيه ولم تطلبها من يعني ده كلام منطقي تقوله يا عم صبحي؟ ده كلام مش منطقي. خليه هو ليس فهي جبتها لك من على برلماني. ده تاريخ كام ده يا استاذ خالد؟ قول لي من شهر تاريخ كام؟ لا قول لي من شهر تاريخ كام؟ يا استاذ انا بشتغل مهنه يا وائل بي بعد اذنك والله قول لي تاريخ كام اللي موجود على موقع العربيه. دي نقطه يا جماعه تفصيليه قوي. يا وائل بي حضرتك كده بتضيع الحلقه في سجال عن وجود الاتفاقيه في المحكمه ولا مش موجوده؟ يا جماعه سؤالي الاخير استاذ علي الف شكر. معانا مين تاني؟ استاذ صلاح من القاهره اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. استاذ صلاح اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. تحياتي للفنان خالد يوسف استاذ غاده فقر. بيحيوك جميعا. تحياتي يا فندم. تحياتي ليهم. مساء الخير. الله صباح الخير بقى. اتفضل. هو بس نقطتين يا فندم. النقطة الأولى، نواب البرلمان مصرين ليه على مناقشة الاتفاقية بعد التوقيع عليها؟ خلاص هتناقش ايه؟ في انتفاق للمصلحة. مين اللي بيتكلم؟ نحن لن نصر. أنا مش فاهم. ولم نصر. أنا ما بتكلمش عليكم يا فندم. لا ما بتكلمش عليكم، هو بيتكلم عن إنه البعض اللي ما زال مصر، لا في البعض بالظبط يا فندم. بالظبط. النقطة الثانية بالنسبة اللي بيتكلم بيقول إن المحكمة حكمت بناءً على بطلان إحالة الحكومة للاتفاقية للبرلمان، أقول له إن الدعوة دي لسه منظورة ولم يفصل فيها حتى الآن. إن أنا أزيف الوعي وأقول إن المحكمة ما تعرضش عليها الاتفاقية فده عيب. مظبوط كده، أزيف الوعي. طيب خلينا عشان دي يعني ما مش يعني نقطة تفصيلية أو مش عايز إيه، عايز تقول حاجة تانية؟ والله يا أستاذ لا يا فندم شكرا. لا بس هو دي واقع الأمور يعني، إن اللي بيحصل ده تزييف للوعي. لا ده مش تزييف للوعي اللي حضراتكم بتقولوه والأستاذ خالد مصر عليه. أنا شفت بدل المرة 20 مرة الأستاذ خالد علي وسجلنا معاه وكان كل الكلام مطروح في التداول الأولاني، لم يكن لديه نص اتفاقية وهو قال ده. أنا مش بحتاج على الأستاذ خالد علي. أنا مش بحتاج على الأستاذ خالد علي. حضرتك ده هيغير إيه من حكم المحكمة يا فندم؟ يا أستاذ حضرتك أنت بتدخلي الأستاذ خالد دي النقطة. أنا مصر طالما هو مصر إنها مهمة رد عليها. هو مصر إنها نقطة مهمة. حضرتك إيه الرأي العام؟ فهمني بس إيه منطقك؟ مفيش منطق. أنا برد على الأستاذ خالد بس وحضرتك السجال. احنا جايين حضرتك النهارده نتكلم علشان الاتفاقيه راحت المحكمه ولا لا، المحامي رفع القضيه بالاتفاقيه ولا لا. حضرتك ما تحاوليش بص ساعتك اتكلمني عن حكم المحكمه، اتكلمني على فرحه المصريين. مش طبيعي الحوار ولا الاتفاق. لا دي طبيعه لكل الحوار. استاذ وائل انا ممثله للشعب حضرتك ومن حقي اقول اللي انا عايزاه. وانا من حقي اقول اللي انا عايزاه. وانا مش هقول اللي انا عايزاه خالص. انا بتكلم في الممنوع. انا السيد حضرتك كمل بعد اذن مع استاذ وائل من اسكندريه. اتفضل كمل بعد اذن. طب اتفضل ازيك اللي هم عاملين دي يتكلموا. اتفضل يا مريم ممكن حضرتك تستني شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله انا اول مره اشترك في برنامج بس يعني استفزني الموضوع يعني خلينا اتصل وانتظر شويه كده قبل ما اتكلم. لا اتفضل اتفضل. عايز اسال سؤال لحضرتك الاستاذ الموجودين اللي هم يعني ضد من جزيرتين مصريتين. يعني نسمع المتصل يا جماعه بس نسمع المتصل. هسالهم سؤال بس يعني لو احنا لو حتى الجزيرتين دول مش مصريتين احنا اللي نقول كده ولا الطرف السوري؟ ما ده انا كنت بقوله من شويه. هو سؤال عقلاني يعني. يا فندم هم يعني نقول يعني مصر بقت سعوديه، مصر كلها بقت سعوديه، بناسها بقت سعوديه، احنا مصريين يا فندم وعلى ارض مصريه، احنا مش سعوديين. هم مصدرين المشهد ان كل مصر احنا مش سعوديين. هو ده مش كلام. ونقول ان دول مش مصريه، طب مين اللي دافع على ان الارض دي تبقى مصريه ولا سعوديه؟ الجانب السعودي. الشعب المصري هو اللي بيدافع. بصراحه الوزاره دي اسمه ايه؟ عندك حق في علامات الحيره اللي عندك مع تليفون. بس انا الناس دي بتتكلم ازاي يعني؟ وبعدين الحكومه دي يا استاذ وائل بس سؤال بس تاني معلش مع احترامي.
نفسي اعرف هم طلعوا قرار واحد يفيد الشعب او يفيدنا احنا كمواطنين، مش هتلاقي ولا قرار. يعني انا دورت كده سواء اقتصادي سواء اجتماعي سواء سياسي، هو قرار يعني تطلعوه في صالح الشعب. طب هم جايين ليه؟ جايين يرضونا يعني ولا يعني؟ مش انا مش عارف، يعني في اساليب ثانيه مش عارف والله. انا بشكرك يا استاذ. معايا الاستاذ استاذ ماهر. استاذ ماهر اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير اتفضل. استاذ وائل تحياتي لحضرتك والساده الحضور. بيحيوك جميعا اتفضل. كل سنه وهم عليكم طيبين. انت طيب. استاذ وائل اول حاجه انا في شكر هقدمه، استاذنك بس 30 ثانيه او دقيقه بالكثير قوي. في شكر للست النايبه غاده صقر. الست اللي في نظرنا او في نظر المصريين بمليار راجل. على موقفها البطولي اللي عملته تجاه القضيات. الموقف ده يعني خلى اللي في الشارع رجال شباب حريم اطفال عرف الموقف البطولي بتاع الست ده، تشجع انه يأيدها. ده لما اعلنت انها هتضرب عن الطعام، اضربت عن الطعام في سبيل قضيه تخص مصر كلها. بنشكرها وبنحسب اهل دايرتها اهل دمياط ان عندهم ست جدعه وخدومه داخل دايرتها وخارج دايرتها. طيب شكرا يا استاذ ماهر. هاخد بقى تعليقات اخيره. احمد من المنصوره، بعديه احمد من المنيا. احمد اتفضل. وعليكم يا زوائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. احمد نيازي معاك يا زوائل. اهلا بيك استاذ احمد اتفضل. ربنا يبارك لك. تحياتي لكل ضيوفك وبالاخص الاستاذه غاده والثوراجي خالد يوسف وسياده اللواء والاخ الرابع انا مش عارف هو بيدافع. الدكتور صبحي باحث في السعوديه، مش مركز اهرام للدراسات السياسيه والاقتصاديه. هو باحث في السعوديه. خلينا احفظ بس لكل واحد وجهه نظره. انا بقول حاجه غريبه ازاي؟ في عندك مسؤولين في الحكومه مع ناس عندي وعندي مستوى بكر وعندي احمد موسى وعندي كل الناس. لا مان خلينا بس احافظ على حق ضيفي في عدم اتهامه. بعض الاعلاميين النهارده ازواج متضاغطين وعمالين يبكم ان الجزيرتين مصريه، وتحيه وتحيه وبرفع القبعه للقضاء المصري الشامخ العظيم المحترم. وبقول النهارده البقاء لله للشهداء اللي ماتوا النهارده. يطلع لنا النهارده فرحه جديده جدا 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 ونلاقي بعض المصريين اللي لا يعني مش عايزين اي حد في مصر يفرح النهارده وعمالين ده السعوديه يا راجل ما دفعتش عن الكتيرتين زي ما الدكتور بيدافع عنهم، زي ما احمد موسى بيدافع عنهم، زي ما مصطفى بكر بيدافع مش عنهم. عايزين يعني ما انا مش عايزك بس تعدد اسماء لانهم مش معانا، يعني لا يملكون حق الدفاع. من حق كل واحد ياخد وجهه نظره يا استاذ احمد. كل واحد يقول له واحد عندهم تاريخ بيثبت لهم يا استاذ وائل ان هم قالوا الكلام ده. ليه مش حكايه دفاع، في تاريخ. انا بس يعني دعني من يعني. اسماء زملاء انت بتعبر عن موقفك. مصريتين 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 خلاص موضوع انتهى والمحكمه حكمت. مفيش حكم بعد حكم المحكمه. طيب بس خلاص يعني المحكمه حكمت ويجب انه يسدل الستار على هذه القضيه. الاستاذه منال الطبلاوي. يا استاذه منال اهلا بيك اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. الله يخليك. طمنينا على صحة الشيخ الطبلاوي اولا، صحته بخير؟ زي الفل والله الحمد لله. بنسلم على حضرتك. سلمي لنا عليه وان شاء الله دائما يعني يمتعنا ويظل موجودا بيننا دائما بصحة وعافية ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. اتفضلي اتفضلي يا مدام. اتفضلي. انا بس عايز اسال الاستاذ اللي هو يعني بيتكلم بلسان السعودية مدياله توكيل يتكلم عنها؟ السعودية يعني ما هي تعرف تتكلم عن نفسها وممكن تصعد الموضوع في كل الأماكن وفي كل يعني المحاكم وكل حاجة. هو بيتكلم بلسان السعودية ليه؟ لما هو بيدوروا على الحقوق بتاعة الناس ما يشوف البلد نفسها وبيشوف الغلابة اللي عايشين ويشوفوا المشاكل اللي على الأرض المصرية والحالة الاقتصادية والناس إيه طلباتها، يشوفوا الناس الغلابة. اشمعنى السعودية اللي ماسكين فيها؟ لما أنتوا بتدوا الناس حقوقها يعني ما شاء الله عليكم كده. انت يضايقك يعني ان البعض يدافع؟ طبعا.
هو انت بتتكلم بلسان السعوديه؟ السعوديه ما عندهاش لسان تتكلم بيه. السعوديه ممكن تصعد على يعني اعلى المستويات وما ادتش اي رد فعل. احنا اللي تعبانين، ده احنا عندنا في الفلاحين اللي بيبص لحته ارض بتاعت جاره لو اخوه هيطلق هيموته. انت عايز تديهم لها للسعوديه ليه؟ طيب دكتور صبحي، لو يعني هي شايفه انه يعني فكره ان ننوب في الدفاع عن دوله اخرى، خاصه هي تطالب بانتزاع الارض مننا واحنا بنقول بتاعتنا، فيعني عندها ملاحظه لماذا تنوبون في الدفاع عن السعوديه؟ ما هو لان ده اللي اتصدر. احنا انا لا انوب عن السعوديه ولا عن الحكومه المصريه. انا قلت لحضرتك منذ البدايه، انت بتتكلم في موضوع تاريخي قانوني جغرافي سياسي عسكري، كل ده موجود فيه، لازم تدرسه. اذا انت درست هذا الموضوع توصل لقناعه، واجبك يعني انت كباحث ان انت تقول هذه حقائق. طب ما هو اللي انت درسته كباحث المحكمه قالت بصيت له انه لا يرقى المحكمه لا تضع علما. يا استاذ وائل احنا بنناقش المحكمه لا تضع، انا قلت المحكمه حكمها واجب النفاذ وان هذه الاتفاقيه باطله، انما المحكمه لا يمكن ان تضع علما ولا تضع تاريخا. ده لا يعني انت ممكن يا دكتور تقول ايه؟ ان الاتفاق الشفهي بين الملك فاروق والملك سعود دي وثيقة، المحكمة تقول لا مفيش حاجة اسمها اتفاق شفهي يتعلق به حدود وسيادة. صحيح، بس هذه ليست الوثيقة الوحيدة ولا غيرها. وانا بقول لك ممكن تقول خطاب عصمت عبد المجيد يا استاذ وائل وثيقة، المحكمة قالت انه مش وثيقة. يا استاذ وائل انا خلينا عشان انا اقول لحضرتك، انا موقفي ان مصر مارست سيادة على هذه الجزر. الاجابة قولا واحدا نعم، عبر سنوات طويلة الاجابة نعم. سؤال تاريخا في وثائق تقول انها مصرية نعم موجود. سؤال خلينا ننسى كل الكلام ده ونقفل 82 بقواعد القانون الدولي. احنا عايزين نتكلم في قضيه بشكل محترم، نحن ندافع عن الدوله المصريه القادره على احترام تعهداتها. احنا بنتكلم على دوله لها تعهدات دوليه لابد ان ترتبط بيها. اذا احنا عايزين مصر تبقى دوله مش قد احترام تعهداتها ولا كل الاتفاقات اللي وقعت عليها، احنا بنعمل حاجه ثانيه. لا يمكن اشارك في هذا. نحن نتكلم عن الدوله المصريه، احنا تعهدنا باجهزتها. يعني هل تعتقد ان المحكمه تخل بتعهدات مصريه؟ ده يا استاذ وائل لو عايز تناقش حتى يعني كما لو وجدت انها تعهدات بعيد عن هذا الموضوع، انت عايز تناقش تعهدات سياسيه لمثل هذا الحكم؟ نعم، الصوره الان التي تصدر لمصر انها دوله غير قادره على احترام تعهداتها. طبعا طبعا هذا موجود. لا بالعكس، انت بتصدر صوره ان مصر دوله مؤسسات السلطه التنفيذيه. طب ونحن احنا بنعمل كده خطوه والسلطه القضائيه. يا استاذ وائل انت تحافظ على السلطه القضائيه، انا عايز السلطه التنفيذيه تحافظ على السلطه القضائيه. يعني عشان دي ترتاح يعني؟ ليه انت عايز ترتاح يعني؟ عايز يا استاذ خالد عشان سياق العبارات بالشكل ده يا غدا جمله، سياق العبارات ما بيقدرش ممكن يبقى في رد عليها. لا انا ما انت بتبيع عرض ده مش ان انت يا سلام يا فرحتي ان انا هخلي الحكومه قدام العالم. انا بتكلم عن الدوله مش عن الدول، انا بتكلم عن الدوله بتحترم المعاهدات المصريه والتزعم بالارض اللي بتحكم. لا انت كده بقى تتحدث. ما الارض اللي انت متصور انها بتاعتنا، انا بقول لك هي مش بتاعتنا. انت بتقول مش بتاعتنا. لو سمحت يا غدا خلينا نفسي اكمل جمله ليه. طيب نسيب بس خالد يكلمه يا دكتوره غاده ونشوف فين. يا دكتور صبحي اللي انت بتقول عليه حتى اللي انت اقريته حق السياده، حق السياده ليس من حق احد ان يتنازل على السياده غير صاحب السياده وهو الشعب المصري. هل حكومتك خلينا كمل. لا في حقوق سياده وفي ارض يا استاذ خالد. في حقوق سياده مش حقوق السياده من حقه يوقع ويروح للبرلمان ثم الاستفتاء. مش ماده واحده يا استاذ خالد. ثانيه واحده ثانيه واحده. الحاجه الوحيده اللي حضرتك بتقولها دي ان هي تنازل عن الارض يا استاذ خالد. احنا بنقول ما يا صديقي انت مفيش استفتاء في حاله التنازل عن الارض لانه لا يجوز اصلا. في حاله السياده هو يعمل ايه؟ استفتاء. لا لا يوقع ويروح البرلمان. ما البرلمان بيعمل ايه؟ اقرا يا استاذ خالد. مش معاك الدستور؟ مش معانا الدستور؟ انا كاتب الدستور. انت بتقول لي معاك الدستور؟ انا كاتب الدستور مع 50 شخص من مصر. انت بتكلمني على الدستور من غير برلمان؟ من غير برلمان. البرلمان بيقر اراده الشعب. لو سمحت اقرا الحكم. لو سمحت لا اقرا الماده. يمثل رئيس الدوله، أنا مالي رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرر المعادات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على مصادرات الصلح والتحالف وما يتعلق بها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد نتيجة الاستفتاء. إيه ده معناه إيه؟ ما أنا بقول لك أهو بعد نتيجة الاستفتاء. معناه إيه؟ يعني هو البرلمان يقول ثم الاستفتاء يجي وتيجي نتيجة الاستفتاء. ثانية واحدة بقى. هل المادة يا غادة نفسي أكمل جملة رد على الراجل مش عارف أرد. يا دكتور صبحي هل هذه المادة اللي هي 151 حددت أن يتوجه الرئيس مباشرة لصاحب السيادة اللي هو الشعب ولا يتوجه للبرلمان؟ للبرلمان. فين؟ فين المادة؟ فين اللي بيقول؟ اللي حضرتك قول لي
فين؟ ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ده الأول. لا دي حاجة تانية، ده الاتفاقيات. أنا الفقرة بتاعت الاستفتاء. فيها ويجب، دي الفقرة التانية، ويجب دعوة المحامين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف اللي هي كانت فوق. وانا بقول حاجه ثانيه، الماده بتقول يا بيه الجزء اللي هي دار الصلح والتحالف، ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء، دي فقره ثالثه، دي فقره الثانيه، ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف اللي قبلها كانت المعاهدات، ويصدق عليها مجلس النواب والاتفاقيات. فين يصدق على مجلس النواب؟ استاذ خالد اقرا بقى يا استاذ خالد. يمثل رئيس الجمهوريه الدوله في علاقاتها الخارجيه ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقه مجلس النواب وتكون لها قوه القانون بعد نشرها وفقا لاحكام الدستور. نقطه، خلصنا. عظيم. دي نقطه، دي فقره. الفقره الثانيه ايه بقى؟ ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السياده ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجه الاستفتاء. يعني هل هنا البرلمان مش موجود هنا؟ خلينا اكمل بقى يا عم بقى. مش موجود يا دكتور هنا. خليني يا خلينا خالد، ما احنا بنكمل مع بعض. البرلمان مش موجود هنا؟ هنا هنا مش موجود. مش موجود البرلمان. خلينا اكمل لك بس، خلينا اكمل لك يا دكتور صبحي. لما تيجي تقول الكلام ده، ده معناه ان الرئيس يتوجه للشعب بالاستفتاء على كذا، نتيجه الاستفتاء بتبقى تحت نظر البرلمان. فين في الماده؟ انا بقول لك دي البروسيس الطبيعيه. دي في الماده، مش انت بتقرا النص يا اسمه، تقول لي انت فين في الماده ان لازم تعرض على البرلمان الاول ثم ده الجزء الاولاني. انت يا سيدي انا دلوقتي في الجزء الثاني. احنا نرجع تاني، احنا مش بنتكلم على اعمال السياده. مش بنتكلم على السياده، على التنازل عن السياده. وانت مقر انها ارض احنا مارسنا عليها السياده. يبقى ينطبق عليها الفقره الثانيه ولا الاولى؟ الفقره الثانيه. الثانية قالت ايه؟ يجب دعوة الناخبين للاستفتاء كده على طول، ما قالش البرلمان يوافق انه يروح للاستفتاء. ما قالش ولا يجرؤ. ليه؟ لأن هنا بيقول ان الرئيس الجزء الأولاني في المادة مش منفصل عن الجزء الأولاني. لا منفصل، ده الترتيب بتاع البروسيس يا سيدي. لا يا صديقي، لا مش منفصل. لا لو انا قلت منفصل احنا هنرجع تاني بعد ما نخلص، لأنها معاهدات الصلح الاولانيه المعاهدات ويصدق عليها مجلس النواب. اما معاهدات الصلح بقى على وجه الحصر، معاهدات الصلح ما تروحش مجلس النواب والتحالف، الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السياده دي بتعرض على الشعب مباشره. وعلى فكره في فقره كامله في هذا الحكم، بس هقعد وقت عشان اطلعها لك، بتتكلم. طب كمل بس بعد الاستفتاء يا استاذ خالد، هنروح للبرلمان امتى؟ فين النص؟ نروح للبرلمان لكي يصدق على نتيجه الاستفتاء. فين هنا في الماده؟ نعم، فين في الماده؟ ده فين اللي انت بتقوله؟ ما انا بقول لك ان السيكون الترتيب بتاع الماده ان هو اي معاهدات للصلح والتحالف بتروح للمجلس ثم تعرض على الاستفتاء. انت بتخترع، انت عمال تقول كلام عجيب جدا. انت اللي بتقرا يا استاذ خالد. يا ليه فين معاهدات الصلح والتحالف اللي بتروح للمجلس؟ فين؟ اللي فوق دي ويبرم المعاهدات. المعاهدات صح. اما على سبيل الحصر معاهدات الصلح والتحالف والتنازل والاعمال السياده بتتوجه لصاحب الحق الاصيل اللي هو الشعب المصري. ما تروحش البرلمان على طول طبعا. البرلمان. ولا البرلمان له ان يده بدلو فيها خلاص اصلا. طيب. وهي كمان طب خلينا يا جماعه نخش في الفقره ثلاثه. طيب هطلع الفقره ثلاثه بقى لها جزء التنازل عرض. انا اعتبرته الفصل الاخير ده اخر جمله. هطلع الفصل الاخير وهنكمل معاكم في طب انا اسمح لي في الجزء الاخير انا اجيب له بقى النص من النقاش. الحقيقه معظم اعضاء مجلس النواب كانوا متوقعين الحكم من الاداريه العليا. الحقيقه الحكم ثمنته اسلج صدور الشعب المصري ككل، وكمان يعني عايز اضيف ان هو اسند صدور النواب الوطنيين في المجلس اللي هم ما اكثرهم. اما فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه فاصبحت هي والعدم سواء وليس لها وجود، فكيف يحال الى المجلس او ينظر المجلس اتفاقيه حكم ببطلانها من اساسه، فاصبحت اتفاقيه معدومه ولا يجب ولا يكون ان ينظر المجلس مثل هذه الاتفاقيه. لابد للدوله جميعا رئيسا وحكومه وشعبا ان تحترم هذه الكلمه وان تنفذها، لأن المسألة تتعلق بمسألة الدولة. بعد الحكم لا يجوز أن يناقش مجلس الشعب طبقا لاحترام الدستور والقانون اتفاقية أصدر فيها القضاء المصري الشامخ البطلان، وبالتالي دي المحكمة الإدارية العليا استندت في حكمها إلى أنها بتحترم المحكمة الدستورية وتحترم الدستور. يجب أن نذكر أن هذا هو الحكم الثاني وليس الحكم الأول. الحكم الأول أبطل
هذه الاتفاقية شكلا وموضوعا، واستشكلت الحكومة على هذا الحكم، فجاء حكم اليوم نافذا وقاطعا ولا يقبل الاستئناف بأنها مصرية، بما أن القضاء أقر هذه المسألة. لا يجوز فيه حتى التماس عقد النظر، بقت الاتفاقية معدومة، والعدم لا يجوز أن يعرض على مجلس النواب. في حاجة معدومة اعترض عليها، وبعدين ده كان قرار إداري صدر من رئيس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية وباتفاقية معينة، والطعن في هذا القرار الإداري قدام القضاء الإداري. أعتقد بعد حكم المحكمة الإدارية العليا أعتقد أن الاتفاقية والعدم لا وجود لها، وأنا أطالب الحكومة المصرية بسحب هذه الاتفاقية من البرلمان المصري، لأن أحكام القضاء أحكام نهائية باتة تتحدث باسم الشعب، عنوان العنوان باسم الشعب. تيران وصنافير مصرية، والحكم هو عنوان الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الأخير من الحلقة. ننوه إلى بعض الملاحظات. واحد، هذه المناقشة لا علاقة لها بالعلاقات المصرية السعودية. من حق السعودية أن تطالب، ومن حق مصر أن تتمسك وتتشبث، ويبقى فيها هذه الحيوية بين المؤسسات المختلفة. اثنين، أنه بالتأكيد بعد صدور هذا الحكم السؤال المهم اللي في أذهان الناس، هل القضية انتهت بهذا الشكل؟ خلاص أسدل الستار عليها نهائيا، ولا لسه هنسمع من البعض انه في جولات قادمة، وانه اصل مجلس النواب هيناقشها او المحكمة الدستورية هتنظرها. الجميع الذين هللوا للحكم اليوم، وما اكثرهم سواء داخل البيوت المصرية او من القوى السياسية والوطنية او من اعضاء مجلس النواب او من غيرهم، كلهم بيتعاملوا مع هذا الحكم على انه بمثابة الكلمة الفصل والاخيرة في هذه القضية. هاخد تعليقات اخيرة من ضيوفي. سيادة اللواء، التعليق هيبقى متعلق، تعتقد هنا انت بتقول الحكومة ضللتنا، يعني طب في اتجاه عند قطاع اوسع للمسألة، لا يجب بس انها تكون في هذا السياق او هذا الاطار، لا ده مطلوب محاسبة الحكومة ومسألتها لماذا اربكت المؤسسات بهذا الشكل، لماذا احدثت انقساما في المجتمع بهذا الشكل، وما احوجنا الى التوحد. يعني الا تعتقد ان الوضع يتطلب محاسبة الحكومة ايضا؟ هو بداية انا بفكر بس السادة المشاهدين بالموقف اللي انا قلته قبل كده، هو وبرره انه حضراتكم ما فهمتونيش، وفي تعليقات كانت مسيئة ليا في خلال الفترة السابقة، لاني انا قلت حسمت انها سعودية قضائيا، لاني انا جيت في النهاية احنا قلنا الادلة والاسانيد المقدمة من الحكومة كانت بتقول كذا. دلوقتي احنا بنقول الموقف الحقيقي بعد ما اتضع ان الامر قد اصبح منهيا به ومقضي فيه. اللي انا عاوز اقوله طبعا ان الحكومه في هذه المسؤوليه تاني على هذا الموقف، يعني الحكومه في هذا الموقف طبعا مخطئه تماما. احنا بنقول انا عشت طول عمري بدافع عن عوده الحق لاصحابه، وبقول اعاده الحق لاصحابه قوه، وفي ذات الوقت بقول اعادتي الى الحق انا واعترافي بعودتي الى الحق اكثر قوه. ده شيء مهم. الحكومة مخطئة تستحق المساءلة، الحكومة مخطئة تستحق المساءلة عما أبدته، وأنا شاهد عين في هذا الموضوع. اللي أنا أخشى منه بقى في السيناريو القادم، لأني إحنا يعني أنا راجل عشت طول عمري تنفيذي، ودائما بقى بضع بقى في علوم إدارة الأزمة اللي إحنا بنقولها، اللي بكرة نخاف منه إيه؟ بكرة نخاف منه اللي هو إيه؟ نخاف منه من الالتفاف من حول هذا الموضوع، زي أصل موضوع الحلقة الأساسي. أنا بأخشى وبأحذر من الالتفاف على هذا الحكم، أن نلجأ إلى التحكيم، وأنا بقول خلي بالكم التحكيم لو لجأنا إليه هنخسر القضية من أول جولة. ليه؟ إحنا قدمنا كل المستندات السياسة، لأن إحنا مصر هي المحكمة لم تعتبرها مستندات، ماشي، لكن إحنا لو دخلنا في التحكيم، وبالتالي هنا القانون الدولي المعقد الصعب ده
مع ان المحكمة استندت للقانون الدولي على فكرة. كلام جميل، لكن احنا لو دخلنا الى تحكيم دولي هيعتمدوا على الادلة والمستندات اللي هي قدمتها لنا الحكومة، واحنا هنخسر الموضوع بكامله من اول جلسة. الموضوع الثاني انا اخشى منه ان يعاد الالتفاف على ما انتهى علينا، ما انتهى الينا اليوم، اللي هو إعادة الكرة بتوقيع رئيس الجمهورية على المعاهدة وابرامها مع السيد جلالة الملك، مش ما تبقاش بقى من رئيس الوزارة وولي العهد، يبقى مثلا من السيد الرئيس وبين جلالة ما الملك. ما تقولش لا يعني طبعا ده فرض جدلي بعيد المنال. لكن يعني احنا بنقوله ان مضمون الحكم دخل في التفصيلات وانهى في التفصيلات ان هذه ان 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 هذه المعاهدة بهذا المفهوم هو نوع من اعمال التنازل عن اراضي مملوكة لمصر وانتهينا. يعني حتى لو عاودها السيد الرئيس بشكلها النهائي برضو ستكون باطلة، وان الحكم لا تصدى عليها مبكرا ومنع الالتفاف عن حول هذا الحكم. الموضوع التالي طبعا احنا دلوقتي بنشوف السعودية طول عمرها طبعا يعني هي ومصر هي قلب كبير، وان احنا بنخشى طبعا ان يؤثر هذا الحكم على العلاقات المصرية السعودية. لم تكن تيران وصنافير يعني عنوانا اساسيا في العلاقات، في العلاقات اللي بين العلاقات فيها عناوين كتير جدا. احنا النهاردة بنناشد السعودية وبنقول لها يعني هذا الموضوع قبل كده طرح اكثر من مرة على حسب ما روية، وان كان الجو غير مهيئ، الجو غير مهيئ. فانا اعتقد يعني ان السعودية يجب انها تترفع عن هذه الامور، وان بقائها مع مصر كما لو كان بقائها مع السعودية، وان تظل العلاقات الحسنة بين مصر والسعودية. احنا بنناشدها بهذا فيها. وده احد الحلول اللي اقترحوا البعض، انه يتم الاعلان حتى عن يعني هو خلاص الموضوع حسم داخل مصر، ما تحرجيش الحكومة المصرية اكثر من هذا، يتم الاعلان عن ترحيل هذا الموضوع والاعتراف بالوضع والاعتراف الحالي. بالوضع الحالي خاصة اللي قيل واللي جابه قبل كده وسائل الاعلام وقالته، قالت احنا رحنا ملك فاروق راح للملك الملك عبد العزيز وقال له الجزيرتين، قال له اللي يطلبهم الملك فاروق ياخذهم، يعني كما لو كان انها عطيه بلا رجع بدلا من الدخول في الجدل انها عطيه. كل ده كلام شفوي لا تعترف به، واحنا ما نعترف حتى السعوديه انها عطيه بالكامل، واحنا خدناها مصر والسعوديه شيء واحد، ولا داعي لاثاره الجدل اكثر من هذا، ولا لاحداث وقيعه بين الحكومه المصريه وبين الحكومه السعوديه في هذا الشان. ده املي، املي ان احنا ننتهي نسدل الستار، لا رجعه الى الوراء. طويت الصحف، جفت الاقلام، كممت الافواه، قطعت الالسن، الموضوع لا نكرره مره اخرى، انتهينا الى حكم نهائي بات، ولا داعي للعوده الى الجدل مره اخرى باي شكل من الاشكال. ويجب ان نبحث حاليا في كيف نعيد العلاقات الحسنه ما بين مصر والسعودية. احنا ملاحظين ان السعودية في خلال الفترة اللي فاتت في اعقاب الحكم وفي اعقاب موقف معين تاني من مصر بدأت يعني تمتعض وبدأت تأخذ شكل مناورات فجة وغير مستحبة، وما كناش احنا كشعب مصر ننتظرها منها. فاحنا بنقول للسعودية عودي الى الصف المصري مرة اخرى، ويعني احنا كلنا لابد ان نكون سويا، العلاقات سويا وعامة. ده اللي انا قصدي عليه. وانا بناشد السعودية بكلام معين اذا كنا نسمعه، يعني انا بقول لها لا تغضبي، ده شعر يعني لا مش شعر يعني هو هو نثر منظوم يعني. بقول لها لا تغضبي، فالتنسيق بيننا حتمي وواقع وامل، والمواقف بيننا حقيقة ومصيرا وعمل، والعزم في الاداء امنية وعطاء بلا ملل، فلا تجافينا فخصامك امر هلع وخطب جلل، فمصر الحق فيها واضح بلا طمع ولا جدل، فعودي لاحضان مصر في التو والحال وعلى عجل. وشكرا. طيب ماشي دكتورة غادة، تعليق اخير. يقول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. على الحكومة المصرية من امس قبل الان ان تغلق هذا الملف تماما، ولا يعني مش عايز اقول لك ما تفتحش بقها بكلمة في خصوص هذا الملف. انا بقول باسم الشعب، مجلس الدولة، المحكمة الادارية العليا، الدائرة الاولى، فحص الطعون،
غير جلسة يوم الاثنين الموافق 16/1/2017 برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد خفاجي محمود رمضان مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور السيد المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة أمين سر في الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية. حبيت قوي ان انا اقول اذكر اسماء المستشارين واوكرهم واجلهم كل الاحترام، نثق جميعا والشعب المصري يثق في القضاء المصري. اسدل الستار حكم تاريخي مما يقرب على 60 ورقة، كانت مظاهرة شعبية اليوم امام المحكمة وداخل المحكمة وفي الأروقة وعلى السوشيال ميديا وعلى جميع القنوات الفضائية انتصارا لهذا الحكم. تيران وصنافير مصرية، تيران وصنافير خط أحمر، الأرض المصرية خط أحمر، نحن جميعا نحافظ على الأرض المصرية، يرأسنا دولة الرئيس، نناشد دولة الرئيس إلى غلق هذا الملف تماما، وتحيا مصر. تحيا مصر. دكتور صبحي تعليق أخير عايز اخدك بس عشان يبقى في وانا باخد تعليق في سؤال. ما تعلقش عليك. بيبقى في سؤال متعلق ب واللي هو بما قادم، بما هو قادم يعني. تعتقد ان قضيه من هذا النوع يمكن ان تؤثر على العلاقات بين مصر والسعوديه؟ وتعتقد انه السلطه في مصر ستتمسك بموقفها وستبحث عن بوابات ولن تكتفي باسدال الستار على القضيه بهذا الشكل؟ يعني في الحقيقه ما كان لهذا الاختلاف بين مصر والسودان ان هو يحدث هذا الاثر لولا طريقه المعالجه اللي تم بها معالجه هذا الموضوع. يعني المعالجه التي تم بها هذا الموضوع وبعض الاهانات التي تعرضت لها المملكه العربيه السعوديه، الموضوع لو بقى خلافا سياسيا قانونيا ما كان له ان يحدث هذا الاثر. الاثر الذي حدث في الحقيقه هو على المستوى الشعبي، وده اللي هيبقى محتاج وقت كتير عشان نرممه. حتى سياده اللواء اللي بيخاطب المملكه العربيه السعوديه وانه يعني نرتقي جميعا كمصر والسعوديه على انه هذا الخلاف يحدث هذه الهوة وهذا الشقاق، ده على مستوى الحكومات انا متاكد ان هذا الخلاف سيصل الى سيجد حلا بشكل او باخر. المشكله الحقيقيه هي هتبقى على مستوى يعني المعالجات اللي تمت وعلى مستوى الاساءات اللي تمت والمتبادله في الحقيقه، لان ايضا نحن تعرضنا لبعض السعوديين في تجريح جامد للمصريين. فده ما كانش ممكن يحصل، ده انا اتمنى ان احنا نقدر نتجاوز هذا الموقف. اخر حاجه هقولها، حضرتك بتقول لي اخر تحليل، انا هقول برضو بسرعه رسائل تلغرافيه حوالين ترسيم الحدود. احنا عندنا ترسيم حدود مع قبرص لم يتعرض لمثل كل هذه الحمله ولا اي كلام من هذا النوع، بل ان زي ما قلت لحضرتك المحكمه نفسها ذات الدائره حكمت بان ذلك من اعمال السياده، ومن ثم هي غير مختصه بنظر هذا الموضوع انه من اعمال السياده، ومر هذا الموضوع مرور الكرام زي ما بيقولوا، لانه يعني الترسيم في هذه اللحظه لم يقتطع منا ارضا كانت ملكنا ونتصور. وده الرد على اللي انت بتقول. ثواني يعني طالما انه لم يقتطع ارضا فبالتالي بالظبط ما هو لم يحدث اي غضب. القانون مش لما يبقى معايا يبقى كويس، ولما يبقى ضدي يبقى مش كويس. ما هو مين اللي يحدد بقى انه اقتطع ارضا او لم يقتطع؟ انا بقول المبدا العام، قواعد الترسيم طبقا للقانون الدولي هي واحده، ما طبق في قبرص هو ما طبق في البحر الاحمر، هو ما سيطبق على دول اخرى في حل احنا دخلنا معاها في موضوع ترسيم للحدود. النقطه الاخيره في هذا الموضوع علشان بعض الزملاء اشاروا الموضوع حلايب وشلاتين، انا بقول لحضرتك تاني انه ما يحدث الان بشان تيران وصنافير سيؤثر بالسلب تماما على موضوع حلايب وشلاتين، وليس العكس كما يدعي البعض انه ده يخدم موقفنا في حلايب وشلاتين، هذا لا يخدم موقفنا باي حال من الاحوال في موضوع حلايب وشلاتين. اخر حاجه هقولها واللي سياده هو قالها وحضرتك بتقول له ليه الوثائق، احنا في النزاع الداخلي المحكمه ممكن ان ترى ان هذه وثائق، الاستاذ خالد ممكن يشوفها مش وثائق، انا اشوفها وثائق او العكس، يعني في الجدال الداخلي هذا وارد، انما في الجدال الدولي معنى ان الحكومه المصريه اقرت هذا الموضوع هذا الذي سيؤخذ به في محكمه تحكيم دولي او محكمه عدل دوليه، لانه الحكومه اقرت هذه المسائل، فالسيات اللي هو بيشير له وهو حقيقي بالفعل ان هذه الوثائق ستكتسب حجيه في مواجهه القانون الدولي، لانها هي وثائق بما ان الحكومه المصريه وقعت عليها او مضت عليها او اعتمدت هذه الوثائق. طبعا اضافه الى تاني باكد على انه القانون الدولي اذا ذهبنا لهذه المرحلة، إذا ذهبنا وطبعا بأكد يعني كل الناس أكدت عليه إنه لا يمكن أن نذهب لذلك إلا موافقة الطرفين، ده واضح.
انما اذا وصلنا انت التحكيم لابد من موافقه الطرفين. هذا صحيح، انما يمكن انها تلجا لبديل ثاني في التحكيم في محافل دوليه ثانيه. بالضبط بالضبط، انما هاكد ان في محفل دولي لن يحسم الموضوع طبقا لمعيار واحد، سيحسم طبقا لكل هذه المعايير تماما كما حسم موضوع طابه. والفرق الوحيد بين طابه وده ان ده كان نزاع بري او يعني على الحدود البريه، بينما احنا الان نتحدث على قواعد مستقره تماما في قواعد ترسيم الحدود البحريه بين الدول. طيب استاذ خالد يوسف تعليق اخير. طيب انا عندي بس رد عشان هو كان بيشكك في كلامي. برضه مصر؟ اه طبعا. لانها صح حاجه مفصليه وهنوصلها في البرلمان لو اصر البرلمان لو بفرض اتجهت اغلبيه البرلمان لمناقشه الاتفاقيه هنوصل لنقطه الاستفتاء ده على اقل تقدير يعني لو باذن الله ما نوصلش، بس برضو تحسبا لكل الاحتمالات. الفقره الثانيه بيه اولا المواد دي كلها اللي هي ال 20 ماده اللي قبل 151 تتكلم عن سلطات رئيس الجمهوريه. سلطات رئيس الجمهوريه يعني رئيس الجمهوريه هو اللي بيدعو للاستفتاء ده طبقا للماده 151. فبقول لك بقى بيقول ايه. الفقره الثانيه قصرت دور مجلس النواب على المصادقه على لو سمحت اتكلم. لا اللي بيقول ده حكم المحكمه مش حكم المحكمه. بس انا يعني انا بقول ايه؟ ما انا قلت لك هجيب لك حكم المحكمه. اتفضل. حكم المحكمه بيقول قصرت دور مجلس النواب على المصادقه على ما ينتهي اليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السياده. الذي آثر الدستور أن يتولاها بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته هو الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان. فسلطة مجلس النواب في مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمما لتلك الإرادة يلتحم فيها الموكل مع الوكيل، ويكون دور الوكيل محصورا في صوغ التعبير عن هذه الإرادة رفضا أو قبولا. تمام كده؟ ده البروسيس اللي أنا بقولها لك وانت بتقول لي لأ. البروسيس هي أن الرئيس بس انت بقول لها يا استاذ خالد براحتك وتفسير المحكمة يا سيدي خلاص انت بتفهم اكتر من ده المحكمة الدستورية يا صديقي خلاص يا لو سمحت انا ما قاطعتكش لو سمحت انا ما قاطعتكش ما انت بتعلق عليا يا استاذ خالد انا ما انا رديت ما انت رديت عليا على كل حاجة انا ما قاطعتكش ده تفسير لو سمحت ما تردش عليا كان منوطا بالمحكمة الدستورية كان سعادتك عندك فرصة ترد انا دلوقتي بتكلم لا حضرتك خدت الكلمة الأخيرة طب ما ناخد ما خليه بس يكمل وجهه نظره بص اي غلوشه لو حبيت تعقب بعد ما يخلص اي غلوشه وده لا 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 حاجه الموضوع غلوشه ده لا 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 غلوش خلينا نتكلم طيب يا دكتور ما تخلينا نتكلم واقول منطقي والراي العام هو اللي يحكم اتفضل اتفضل اذا كنت جاي تثبت مصريه ولا سعوديه ولا لاي غرض اتفضل اتفضل ده البروسيس المظبوطه طبقا للدستور ان الفقره الثانيه لم ما جابتش سيره مجلس النواب في الموضوع الا عن طريق اللي انا قلته لك ده اللي هو متمما من لتلك الاراده يلتحم فيها الوكيل مع الموكل، يعني الرئيس بيدي استفتاء للشعب انا عايز اتنازل عن سياده عن ارض كنت امارس اعمال السياده عليها مش بتاعتي، امارس عليها اعمال السياده، الشعب يقول اه، يرجع القرار ده لمجلس الشعب يصوغه متمما لاراده الشعب، وليس العكس، مش مجلس النواب اللي يوافق انه يروح للاستفتاء ولا لا. ده حاجه شديده الاهميه في البروسيس اللي احنا بنتكلم عنه ده لو لجأنا للاستفتاء. اما في اصل الموضوع لازم نرجع لاصل الموضوع. اصل الموضوع ان تيران وصنافير مصريه. حكم المحكمه ده حكم جازم حاسم، واي حد اي حد يلتف عليه انا بقول لحضرتك شرعيته مهدده. اي مؤسسه في مصر بما فيها مجلس النواب لو التف على هذا الحكم اللي هو اصبح الان جزء من وجدان المصري. الوجدان المصري بيقول تيران وصنافير مصرية قبل أن يستمع إلى كلمة القضاء، عندما استمع إلى كلمة القضاء عمل زي سيدنا إبراهيم كده اطمأن قلبه واستقر وجدانه على أن مصرية الجزيرتين دول أمر محسوم عنده، وبالتالي لا يمكن لأي مؤسسة الآن أن تناقش مصرية الجزيرتين دول وإلا شرعيتها على المحك. وده اللي أنا بقوله، المسألة مش هزار، دي الارض المصريه طول عمر الشعب يعني المصري. شايف ان الحكم ده سيحترق به كل من سيقترب من المساس بهذا الحكم. انا بقول لحضرتك مصيره الى الزوال وشرعيته مهدده. ده اللي انا يعني اللي انا مصمم عليه وعايز يعني ما دام دي نهايه الحلقه الاستاذ جمال بخيت الشاعر بعت لي وانا قاعد كده عشان حضرتك قلت شعر بعت حاجه بيقول ما انت هتبنيها اغنيه مش كده؟ بيقول زي الامل في الحريه
زي الوشوش الخمريه، زي الفراعنه ولعنتهم تيران وصنافير مصريه، زي المسلف ملكوتها والمومية عايشه في تابوتها، واحمس اللي زرع قوتها وفاز بشرف الجنديه تيران وصنافير مصريه، وزي سر قديم مدفون في مقبره توت عنخ امون، وكنز مخفي في بحر قارون، وفضلنا على البشريه تيران وصنافير مصريه، في الماضي ولا في الاتي، في حياتي ولا في مماتي، حكمه وشيلاها جيناتي قبل الجواز والجنسيه تيران وصنافير مصريه، وزي دلتا ولا صعيد، وكل واحه بيوتها جريد، وفرع دمياط فرع رشيد، من الازل للابديه تيران وصنافير مصريه. هي طويله فانا حبيت انا حبيت يعني المصري جمال بخيت. انا ليه قريتها مش انا يا استاذ وائل، انا قريتها عشان اقول الوجدان المصري لما بينفعل بيطلع ده، مش ممكن ده يطلع بتعليمات، مش ممكن ده يطلع عشان الحكومه قالت له تيران مصريه فهيروح عامل اغنيه زي ديت او قصيده زي دي. الوجدان المصري قد استقر خلاص، وده اللي انا بأحذر، اوعى حد يخاصم وجدان الناس. وبقولها هيف من عين الكاميرا، اي حكومه اي مسؤول في الدوله دي هيخاصم وجدان الناس الى زوال، والشعب هو الباقي والوطن هو الباقي. طيب بشكركم جميعا، وبشكر الشاعر الكبير المبدع جمال بخيت، انه يعني حتى لو من خلال الاستاذ خالد يوسف خصم بهذه الكلمات الساحره المعبره عن مصريه تيران وصنافير، واللي حتى بيستوحي فيها الحضاره والتاريخ، كلام ممتع وشيق، هنبقى يعني ربما نسمعه منه كمان بشكل مفصل.